بكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بالخير والمسرات. أرحب فيكم أخواتي وأخواني في الدرس الثاني من دورتنا هذه، اللي هو راح يكون أول درس في التحليل الموجي طبعا، ومع الموجات أو الموجات أو الموجة الدافعة بأنواعها طبعا. Thank you. وأيضا المفروض اني ما اتكلم عن الموجات التصحيحيه، لكن اعتقد اني احتاج اني القي الضوء على موجه واحده فقط منهم، اللي هي الزجزاج، بشكل سريع، لان راح نتحدث عنها مره ثانيه في الدرس الثاني. احتاج اتحدث عنها الان ليه؟ لان ستدخل هي بربط الموجات مع بعضها. فمثل ما نرى امامنا، هذا هو صاحب هذه النظريه وهذه المدرسه، اللي هو رالف نيلسون إليوت. هذا اسمه، رالف نيلسون إليوت. ولن أدخل كثير في تاريخه وتفاصيله، الموجودة في اليوتيوب، موجودة في جوجل. اكتب رالف نيلسون إليوت بيطلع لك. إذا تحبون أكتب اسمه راح أكتبه لكم، راح أحط لكم في الجروب، كي نستغل الوقت في المجموعة اللي احنا فيها. راح أحط لكم وراح أرسل لكم أصلا بعض الشغلات ومذكور فيها اسمه، فتقدرون تدخلون وتأخذون فكرة عنه. لكن بالمختصر راح نلقي نظره على رالف نيلسون إليوت، وايضا فكرته وش هو، وكيف وصل للفكره هذه، ومتى بدات الفكره هذه معه، في المقطع في الصفحه هذه اللي هنا. بسم الله، لازم اسحب صلاحيه ولا لا؟ معك صلاحية الآن في صورة بريئة. ايوه، الان خليني بسحب الصلاحيه بس. هل وضحت الشاشة أمامكم؟ طبعاً أنا ما أشوفكم، ما أشوفكم، أحتاج محمد بس تقول لي تكون معي. بسم الله. نظرية تاريخية في التحليل الموجي، بقراها بشكل سريع ورؤوس أقلام، يعني بعض النقاط، لأن ما بيدخل في التفاصيل اللي هي السرد، هذا بيدخل في الشغل على طول يعني، لكن لازم ناخذ فكرة. تأثر رالف نيلسون إليوت بنظرية داو. طبعاً هنا لما نتكلم عن نظرية داو، مدرسة داو، نظرية داو، لتجنب كلمة مدرسة، أيضا نظرية داو. طبعا لما نتحدث عن المدارس، نقول عندنا مدرسة التحليل الزمني جان، ثم داو، ثم جاء بعدها مدرسة التحليل الكلاسيكي، ثم جاءت مدرسة التحليل أيضا معها اللي هي مدرسة التحليل اللي هي الموجية، التحليل الموجي. فتوجد موجة كبيرة من الهجوم على هذه المدرسة، وكما هناك موجة هجوم كبيرة على مثلا مدرسة التحليل الزمني بزعامة عرابها جان. وهذه مشكلة نواجهها دائما، عندما يواجه الشخص مشكلة صعوبة فإنه يتعلم هذه النظرية أو هذا الأسلوب التحليل، أو يجده صعب معقد، فيتجه إلى أن يهاجم ويقول لك هذه مدرسة فاشلة، هذا كلام فارغ، هذا مضيعة وقت. محلل مشهور مع معروف بدون ذكر أسماء يقول، أنا سمعته يقول هذول اللي يتحقون اللي دول مجانين. لكن يعترف بعدين بأن إليوت يا أخي شيء، لكن وبعدين اعترف بنفسه، قال أخي أنا عجزت أفهم. فلا يعيبه طبعا، ولكن احنا نفضل أن ما ننتقد المدارس. لكل مدرسة لها ميزة، لكل مدرسة لها أسلوب، لكل مدرسة لها طريقة، وكل واحد ينام على الجنب إلى ريحة. في واحد يرتاح حتى بالأكل يا أخي، أذواق العملية. أنت في ناس يقول لك والله أنا عاجبني كذا تحليل كلاسيكي، خلاص أهم أنا جالس أستخدمه وأحقق أهداف ولا لا؟ نعم شكرا، بس بيض الله وجهك، أنا ما أطلبك بالقوة إلا تتعلم النظرية هذه. في بعضهم يقول لك أنا عاجبني جان، أنا والله عاجبني إليوت، كيف؟ أنت حر. ولكن لازم برأيي، هذا رأيي الخاص الآن اللي أعطيكم إياه، لازم نحط الفروق، بعض الفروق. التحليل الزمني، بس ما نطيل، التحليل الزمني كان ممتاز وجيد، وفي تحليل فلكي وتحليل زمني وغيره، فهو يتنبأ بالانهيارات متى تحدث، والارتدادات متى تحدث في الأسواق، في أي تاريخ، في أي مدة. ولكن المشكلة اللي يعترفون فيها هم أيضا الكبار محل
أو مدربين المدرسة عادي بأنه هذه فترات زمنية تتعرض، الدورات الزمنية تتعرض للانحراف، يعني ما هي بديك الدقة. أحيانا تجي يقول لك في الشهر الفلاني فجأة تأخرت 3 أشهر بعدها، يقول لك في الشهر الفلاني راح يكون عندنا تأخر صار 3 أشهر قبلها سبقت. فمسألة تقديرية، أنه يجي، لذلك بعضهم يفضل أن يتجنب يذكر تاريخ معين، فيقول لك في الربع الأول من سنة كذا. الربع الأول عندك شوف كم شهر عاد وخلاص، راح تصير بأي وقت في المدة هذه، في النصف الأول من عام 2025 مثلا. أوكي ممتاز فعلا، بس بأي شهر ما يقدر يجزم. هذا ممتازة، خاصة إذا مستثمر يعرف متى يطلع ومتى يجلس في السوق وغيره، ومتى يدخل في السوق كمستثمر. ولكن كمضارب، أنا مضارب أعرف إن البعض بيجي يقول لك لا مو صحيح، أنا أثبتها. كيف تقول لي مو صحيح؟ أنا أثبت لك إياها. هل تقدر تضارب باستخدام النظرية هذه؟ ما تقدر تضارب. أنا أتكلم عن فريمات 5 دقائق، 10 دقائق، ساعة، خاصة لما تتعامل مع أوبشن سوق الخيارات. سوق الخيارات أنت لازم تدخل في لحظة يعني دقيقة، إن ما دخلت في المنطقة الصحيحة وبدأ يمشي سهمك في العرض احترق العقد عندك وانتهى. وهذه مشكلة. إذا تقولي والله راح تنحرف شوي يمين تنحرف شوي شمال، أنا ما تفيدني. التحليل الكلاسيكي نعم يفيدني، التحليل الموجي نعم يفيدني، ولذلك لكل مدرسة لها دورها. التحليل الكلاسيكي ممكن في بعض المناطق يحصل له مخادعة، خداع. التحليل الموجي ممكن يكتشف المنطقة اللي يحصل فيها خداع، وراح نشوف بعدين بعض الأمثلة. التحليل الموجي طيب عيوبه، والله معقد، تفاصيله كثيرة، موجاته كثيرة، أيضا سيناريوهاته كثيرة، وراح نتكلم في الموضوع هذا، لأن هذه كلها أشياء واقعية تحدث. ولا تشتكي منها حتى لو كان سيناريوهات كثيرة، لا تشتكي منها إلا إذا، إلا الشخص اللي يشتكي منها إلا الشخص اللي ما قدر إنه يلم بالمعلومات هذه كلها. فتلاقيه متشتت مو عارف، يقول لك يا اخي سيناريوهات. وبعضهم يقول لك انت ما تقدرون تتنبؤون في الشيء الا بعد ما يصير. لا ما هو صحيح، وراح نشوف بالموجه الدافعه هذه ان الكلام هذا مو صحيح. بسم الله. استخدم اليوت نهج التجربه والملاحظه خلال دراسته مؤشر الداو جونز. اذا اللي يجي يكذب النظريه هذه يقول لك هذه كلام فارغ، قل له انت معناته انت تكذب، معناته ام المدارس كلها كلام فارغ اللي هي داو. ليه؟ لأن إليوت قائم على داو. وش صار وسوى إليوت؟ إليوت لاحظ النموذج والرسم الدورة اللي رسمها داو، ودخل في تفاصيلها، قام يفصل فيها ليه هنا حصل تجميع، ليه هنا حصل ارتفاع بسيط، ليه هنا حصل ارتفاع حاد، ليه هنا النزول حصل وصل إلى المنطقة هذه، ليه هنا النزول. وثم بدأ يبحث عن فراكتلز، أنماط متكررة من نمط صغير يكبر، يتكرر بنمط أكبر ونمط أكبر وشكل أكبر وشكل أكبر. نفس النمط لاحظ أنه يعني يتكرر بشكل أكبر وأكبر، مثل كرة الجليد هذه لما تدور تلف تكبر وتكبر وتكبر، نفس الشيء. فلذلك دخل في التفاصيل هذه وبدأ يكتب فيها نظريته، وعرف ان هذا السوق ايضا من الحسنه لهذه النظريه انها قائم على سلوك المضاربين، على نفسيه المضاربين، فيحدد لك وين مكان نفسيتهم، ايش راح يكون عندك عند نهايه الموجه هذه، نفسيه المضاربين كيف راح تكون، ورده فعل المضاربين عند الموجه هذه كيف راح تكون، عند الموجه هذه كيف رده فعل المضاربين. اذا ايش اللي يدفع الحركه هذه؟ سلوك المضاربين. فهو هي موجات تدرس سلوك المضاربين ايضا. يمكن انجاز حصر انجازات اليوت في النقطه الوحيده اللي اتكلم عنها هنا، صنف اليوت تلك النماذج 13، اذا حصرها كلها في 13 نموذج، من موجات دافعه الى موجات تصحيحيه، عددها 13. قال هذه هي اللي حصرتها اللي موجوده في اسواق المال كلها. راح اترك الكلام الباقي لن ادخل فيه لان كلام طويل، وهذا PDF انا راح ارسل لكم اياه. ثم وضع ترقيم يساعد على يسهل عمليه التواصل بين المحللين في اي مكان كان. يعني لو ارسل لي واحد شارت من مكان في اخر الدنيا، انا عارف هو يتحدث عن اي موجه. فذكر ان الموجات الكبرى تاخذ
رقم تحيط فيه دائرة، نشوف رقم واحد كيف اللي فوق حول دائرة، يعني هذه موجة كبيرة. الموجة اللي داخلها الأصغر الفرعية تأخذ اللي هي الأرقام وحروف بقوسين. إذا لما يرسل المحلل المنطقة ويرقمها بثلاثة ويحطها بين قوسين، فكأنه يقول هذه موجة فرعية، هذا جزء من الموجة الكبرى. ولما يدخل في أجزاء الموجة الفرعية الصغيرة فهي يدخل في حروف فقط وأرقام بدون ما يحط عليها لا أقواس ولا دوائر. ولما يدخل داخل هذه الموجات الصغيرة اللي مرة عاد المنيوت، ياخذ الحروف الرومانية، والحروف الرومانية يطبق عليها نفس الأقواس والدوائر، يعني دورة كاملة إلى 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 فريم الدقيقة. الآن لما أجي أتحدث معك عن هذه والرسومات هذه والأرقام هذه، الآن من الآن متأكد قاعد تقول يا الله كيف برقم كل هذا؟ لا 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 لا، مو مطلوب أنك ترسم لي دائرة وقوس وغيرها، لأنك ما أنت باختبار. أنا بيك تعرف العد، تعد لي الموجة هذه وتعرف ترقمها وتحط لي هنا 1 2 3 4، هنا A B C، انتهينا بس خلاص. لو باقي الأمور هذه هي تعود لك أنت لتتحقق من حركة الموجة هذه، من عد الموجة الداخلي بالنظر يكفي. شوف تعد تقولي والله هذه 1 2 3 4 5، أوكي إذا لا هذه فعلا موجة دافعة كاملة. هذا شيء. فطبعا راح نشوف، الآن راح أرجع راح أترك هذا، راح أرسل لكم إن شاء الله PDF هذا بإذن الله، بإذن الواحد الأحد. بس نرجع إلى هايد، نرجع إلى الصفحة هذه. يلا تفضل. وين الصفحة الثانية هذه؟ إيه، نرجع صفحتنا هذه، بس أفتح هنا. هل خفيت كل شيء الآن؟ وين ال المحادثات؟ اضغط عليها. هل واضح يا شباب الى الان؟ ابدا ادخل في الموضوع الان. واضح بريئه مقدمه واضحه، ممتاز. طيب بسم الله. وقف المشاركه عشان نرجع لشاشتنا. اذا هذا هو إليوت. لما نجي نتحدث عن احتاج إليوت، بعد إليوت أتى محللين آخرين. أحتاج أن أشارك بس الشاشة، نلقي نظرة أخيرة على نقطة معينة اللي هي الرجل اللي نشوفه أمامنا في المقطع هذا بالفيديو، مقطع سريع بسيط راح اوريكم جزء منه. هذا هو روبرت، مكتوب اسمه تحت، روبرت ار براكتر، رئيس شركه ومعهد تدريب اللي هو إليوت ويف انترناشونال، شركه إليوت ويف انترناشونال. هو عراب المدرسه الموجيه او التحليل الموجي، مثل ما نقول جون مارفي عراب المدرسة الكلاسيكية، هذا هو عراب، هذا اللي يتكفل بكل الأمور. بعد ما إليوت توفي وترك كل مخططاته وكتبه ومنشوراته، هذا ويا محلل آخر جلسوا مع بعض وجمعوها كلها ووضعوها بكتاب وبدأ ينشرون النظرية هذه. هذا الشخص كان قادر أن يعطيهم، يتنبأ مبكرا بالانهيارات، وهو فعلا تنبأ بانهيارات. كان كل المحللين يقفوا ضده ويقولون أنه ما عندك سالفة، أنت مجنون. وكان هادئ جدا على فكرة، طول الوقت مبتسم، وكان يتحداهم. كنت أشوفه في التلفزيون يقول بدون تحدي، يقول نشوف فقط كذا، هو مبتسم. وفعلا تنبأ بانهيارات، وتنبأ بانهيار 2008 ودائما له يعني لقاءات ممتعة جدا وتحذيرات في وقتها. طبعا اجتمع هنا في لندن مع محللين واستراتيجيين ومحللين واقتصاديين كبار ليوضح لهم كيف أن الموجة هذه ممكن تتنبأ لك بما يمكن يحدث من أخبار. يعني في موجات ممكن تعطيك فكرة مقدما أن هناك أخبار سلبية قادمة، في حدث سلبي قادم، في مشكلة كبيرة راح تصير. كيف؟ ما أدري، بس هذه الموجة هنا عند هذه الآن تقول أن في شيء راح يصير.
في تصحيح هنا، راح جاي تصحيح. التصحيحات دائما تكون مرفقة بأخبار، هذا اللي تأثر على الحركة وتدفع الناس إلى الهلع ويرمون كل شيء وغيره، ويبدأ النزول القوي. اجتمع معاهم هنا وجلس يوريهم بالملي كيف إن الخبأ أحيانا، يقول أحيانا، وهذا عكس كلام اللي أقوله، بس هو يقول لك الموجة إذا صعد 1 2 3 4 5 ستأخذ حقها الكامل، لو حسبتها صح ستأخذ حقها الكامل. يعني لو قال لك يا أخي خبر سلبي راح فيها، أنت كمحلل موجود راح تقول أهدى أهدى أهدى، أقول لك والله هذا هو طيب نزل. إيه هذا النزول، الأحداث السلبية وغيرها تؤثر في الحركة أو الموجات الفرعية وليس الاتجاه العام، فقط في الموجات الفرعية، فهي تساعد في عملية جني الأرباح في الموجات اي بي سي والزيجزاج وما أعرف إيش، تطلع فيها أخبار زي هذه ثم يواصل صعوده. لكن متى تنتهي؟ خلاص انتهت، في خبر إيجابي في خبر ما عليه، أنا هنا انتهت. فهنا كان يوريهم الشيء هذا في الشارت واستغربوا وانبهروا طبعا. Isn't it amazing that after 20 years of behavioral finance hacking away at the foundation of the efficient market hypothesis that there is still no generally accepted alternative to EMH? And I don't just mean some better theory that they're looking at, but there is no theory that actually opposes the efficient market hypothesis. So people using behavioral finance and behavioral economics to challenge it are doing only that so far. They're challenging it. I'm going to try to put a little bit of a different twist on it today and see if we can get closer to a theoretical alternative. The efficient market hypothesis is elegant and internally consistent. There's only one problem with it, and that is it is not externally consistent. In other words, it's not the bear market that preceded it. This is a bear market from 1987 to 90 as expressed in the value line industrials. And as you can see, هذه حرب الخليج كانت هنا. That the US entered the Gulf. نلاحظ حرب الخليج كانت في القاع هذا، يعني المفروض خبر سلبي ينهار السوق، اللي حدث العكس، فهو يقول لك إذا اكتملت الموجة اكتملت، خبر إيجابي خبر سلبي سلام عليكم. حدثت حرب الخليج هنا، انطلق المؤشر داو جونز إلى فوق، وغيرها من أمثلة طبعا. وهذه حط عليها أرقام، أرقام مقابلها أحداث حصلت مقابل كل هالموجات هذه، يوريهم هنا مثلا اغتيال رئيس الفلاني، هنا حدث كذا، هنا حدث الفضيحة الفلانية مثلا الاقتصادية الكذا، هنا لينكولن تم تعيينه، هنا فلان شال، ايش اللي حصل عند الموجات هذه؟ فيقولنا ابدا الموجة تاخذ حقها. عموما بعدين ارسل لكم هذا، واللي يجيب اللغة يجيب اللغة الانجليزية راح يستفيد ان شاء الله من الموضوع هذا، بس حبيت اوريك من هو رابر براكتر، هذا هو عرابة. هل واضح إلى الآن؟ نبدأ بسم الله. بسم الله. نرجع إلى جبلنا. الجبل هذا اللي رسمناه في البداية إذا تذكرون، قلنا عنده إن عبارة عن قمم وقيعان، يسير بشكل قمم وقيعان، شوف مثلها مثل الموجة، وهذه تصحيحية، وهذه قمم، وهذا صعود، وثم يصحح عند المنطقة هذه، ثم يعاود الصعود مرة أخرى، ثم يصحح عند المنطقة هذه ويواصل صعوده مرة، عموما إلى أن نصل إلى نهاية النمط ويكون هناك تصحيح كبير. لاحظوا التصحيحات الصغيرة اللي تمت هنا وهنا وهنا، لاحظوا الأشكال، أشكال الحركة هنا وهنا، هنا وهنا، هنا وهنا، هذا ما يسمى بالفراكتل، إن الموجات تتكرر بأشكالها، بس من موجة صغيرة إلى موجة أكبر إلى موجة أكبر إلى موجة أكبر إلى موجة أكبر. طيب لو جيت وأنا تحدثت معك الآن وأثناء ترقيم موجة أو غيرها، أقول لك رقم لي الموجة، بتروح تدخل لي هنا بتقول هذه وهنا، وفي موجة صغيرة هنا، وفي هنا، في هذه بعد، وهذه ثم في هنا وهنا، لا أنا ما بيك تسوي هذه،
أنا أدري إن هذه كلها موجات داخلية، إحنا نبي الحركات الرئيسية هذه. نبي الحركات الرئيسية اللي جالسة تصير. فهي اللي نبحث عنها. لما أجي للحركة الرئيسية هذه اللي حدثت هنا أبي أتحقق منها، أجي داخلها ذيك الساعة أقول واحد اثنين ثلاثة A B C أربعة هنا خمسة. صحيح هذه خمس موجات، بعدين عندي هنا A B هذه C مثلا. مثل ما رينا واحد اثنين ثلاثة وأربعة وخمسة، ثم A B C هنا، ثم ارتد هنا، ثم A B C هبط لهنا، الحين دخلنا في واحد اثنين ثلاثة كيفك. لكن أنا ما أبحث عن الترقيم هذا، أنا أبحث عن القمم الواضحة الكبيرة الكبيرة الواضحة، هذه اللي راح ترقم عليها أنت. ولما تجي تدخل داخل الموجة هذه تقول لي والله إيه نعم صحيح، هذه واحد وهذه اثنين وهذه فيها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هذه ثلاثة وهذه رابعة وهذه فيها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، أوكي خلاص أقول لك كذا شغلك صح. لكن أهم ما علي الآن أن لما أحط لك الشارت أمامك أنك تنظر إلى المعالم الرئيسية للموجة هذه. طبعا في التحليل الكلاسيكي المعروف مثلا ان لكي يتم اعتمادها مثلا كموجه تقسم الى نصف بالضبط هنا كده، ويكون فيه واحد اثنين في النصف هنا، تقسم اللي عند الاصبع الكبير هذا في الوسط، يقول لك عندنا واحد واثنين ثم واحد واثنين، وبكذا يكون عندنا هذه نسميها يسمونها في التحليل الكلاسيكي موجه. ليه؟ لان يعني تشكل عندها شرط مهم، لان مثلا ان يكون عندي شمعتين على اليمين شمعتين على اليسار خاصة بجماعة البرايس أكشن، يقول أيضا نعتمد أن هذه قمة اللي في المنتصف، ونقول هذه موجة. التحليل الموجي حسب الفريم اللي تستخدمه، أحيانا لما تشوف الموجة صاعدة وغيرها، لو تشوف الطعجة الصغيرة دي هذه موجة الطعجة الصغيرة هذه اللي تشوفها هنا هذه موجة. فأحيانا ممكن تكون عبارة عن ثلاث شموع فقط جاية من هنا، كون لي ثلاث شموع هذه وثم نزل. أنا ما علي من خمس ميلي، أنا علي من الشكل الرئيسي للحركة الرئيسية فوق تحت انتهينا. لذلك واجب التنبيه. الآن ندخل ونبدأ ونتكلم في الموجة الدافعة. الموجة الدافعة بسم الله الرحمن الرحيم. الموجة الدافعة يعني تحتوي على خمس موجات. الموجة الدافعة بغض النظر عن أنواعها، الآن ما راح نتكلم عن أنواعها، بس نحتاج أن نجد نوجد فيها خمس حركات. هذه واحدة، بعدين ايش اللي صاير هنا؟ هذه حركة، وهذا رقم اثنين حركة أخرى، وهذا رقم ثلاثة حركة أخرى، ورقم أربعة حركة أخرى، ورقم خمسة حركة أخرى. ثلاثة منهم يسيرون بنفس الاتجاه. ثلاثة من الموجة الدافعة يسيرون بنفس الاتجاه. ولما نقول الثلاثة يسيرون بنفس الاتجاه، أي أن تركيبهم الداخلي أيضا واحد واثنين ثلاثة وأربعة وخمسة، واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، واحد واثنين
اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. تذكرون من شوي لما قلت لكم فراكتل إن الموجة الصغيرة تدخل بتركيب موجة أكبر وموجة أكبر؟ هذه الخمسة. ما يصير عكس الموجة راح أختصره في موجة واحدة فقط اللي هي الزجزاج لـ ABC، هبوط ارتداد ثم هبوط، واحد اثنين ثلاثة هبوط ارتداد ثم هبوط لتسجيل قاع آخر، واحد اثنين ثلاثة. الثلاثة هذه تعطى أحرف A و B و C. أما اللي تسير في نفس الاتجاه هذه تعطى أرقام واحد وثلاثة وخمسة. طيب وين اثنين؟ لما يكتمل عندي A B C نحط تحتها اثنين، راح نشوفه بعد شوي. اكتمل عندنا هنا A B C، بعد الثلاثة اكتمل A B C راح أحط عندها موجة أربعة. ليه هذه موجات تسير عكس الاتجاه؟ راح نشرحها، لا تستعجلون. الأهم شيء الآن، أهم ما عندي الآن أن نتكلم عن شيء مهم. بس أدرى جتني رسالة. أوكي، واضح هذا الآن لأمامكم؟ يعني لما نقول طيب تقول لي كيف يعني الموضوع هذا؟ لاحظ هنا، لو نلاحظ هنا نشوف موجة الدافعة هذه، هذه اللي هنا موجودة عبارة عن، شفت الجبل مساء لما أقول لك لا تنظر إلى الشغلات الداخلية، ترقيم الداخل، أبي القمة، قمة الجبل وين؟ هذا هنا. أوكي، هذه قمة صريحة أعطاها واحد، هذه قاع صريح أعطاها اثنين، هذه قمة ثانية صريحة أعطاها ثلاثة، هذه قاع صريح أعطاها أربعة، هذه قمة صريحة أعطاها خمسة. إذن القمم والقيعان الصريحة نعطيها الأرقام 1 2 3 4 5 بالاتجاه الصاعد، بالاتجاه الصاعد. أما تركيبة الموجة المعاكسة التي تسير عكس الاتجاه الريتريسمنت فتكون لا تكتمل ولا نعطيها رقم 2 إلا إذا اكتملت. وتكتمل كيف؟ أن تسجل لي ثلاث حركات A B و C. إذا انتهت عن C نضع تحت رقم 2، صعد في خمس موجات إلى ثلاثة أعطيناها رقم 3، أبي رقم 4 أنتظر تشكل A B و C، بعد اكتمال C أضع لها رقم 4، ثم ينطلق مرة أخرى في خمس موجات أخرى باتجاه الصاعد، وهذه هي الموجة، يشكل موجة كاملة دافعة. وبكذا تكون الأمور وضحت. أوكي، هذا الشكل البسيط للموجة الدافعة يصير بالشكل هذا، 1 2 3 4 5. يجب أن تكون فيه قمتين وقاعين هذول، بل يتكون من إيش؟ ثلاث أضلاع صاعدة، 1 و3 و5، وضلعين هابطين مشاعل يعني الصاعدة خمس موجات والهابطة ثلاث. نعم نعم نعم، لكن للتنبيه الهابطة ثلاثة لكن لها أشكال مختلفة ترى، وممكن تكون أكثر من ثلاثة. أنا أعطيكم أبسط صورة اللي هي الصورة الشائعة، ليه ما نبي ندخل بالتفاصيل المعقدة الأخرى، هذاك الموجات التصحيحية نتكلم عنها بعدين. أن ناخذ أبسط شكل وأبسط الطرق، يعني أبسط شيء راح نشوفه أمامنا هو الشكل هذا، خمسة صاعدة ثلاثة هابطة. طيب إذا اكتملت عندي 1 2 3 4 5، هذه الداخلية دي لما اكتملت 1 2 3 4 5 عطيتها واحد ولا لا؟ صح ولا لا يا شباب يا أخوات؟ ولما هبط هنا A B C عطينا هذه 2 عذرا، ولما صعد هنا في 1 2 3 4 5 عطينا هذه 3، ولما نزل هنا A B C عطينا هذه 4، ولما صعد هنا في 1 2 3 4 5 عطيناها 5.
طيب أبيك تلاحظ كل الموجة اللي بالأسفل هذه لما اكتملت خمسة هنا أعطيناها أي رقم؟ لما اكملت خمس موجات صغيرة هذه اللي هنا وش الرقم اللي أعطيناها إياه؟ ممتاز، واحد. طيب لما يكون عندنا نمط كبير موجة أكبر، واحد اثنين ثلاث أربع خمسة، وش نعطيها هذه لما يكتمل عندي خمسة؟ نعطيها واحد كبيرة كده. واحد كبيرة نفس هذه اللي تحت هنا، عرفتوا كيف؟ كذا تكرر نفسها الدورة، تكرر نفسها دائما. طيب لما عطيناها رقم واحد فوق، نعم هذه الدورة الأم الكبرى. طيب ال 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 بعد ما عطيناها رقم واحد شو اللي صار بعدها؟ KSA لو زاد، لو زاد التصحيح عن ثلاثة موجات بعدين راح نتكلم في هذه، نخلص الدرس بس. يعني هناك تدخل في تركيبات يعني موجات مركبة، بعدين الكلام عنها. تتكون من موجة اثنين صحيح، إذن راح يكون عندي A B C كبيرة، ونعطي هذه إيش؟ أي رقم نعطي هذه؟ لما يصير عندنا A حتى على أساس نميزها عن الموجات الصغيرة نعطيها حروف كبيرة A و B و C. وش نعطيها بعد لما ننتهي من C؟ رقم اثنين كبيرة، حطها بين قوسين، تحطها بين دائرة. ممتاز، إذا صار عندي موجة كبيرة هنا هي رقم واحد، وموجة كبيرة رقم اثنين. وش اللي راح يجي بعد الموجة اثنين هذه؟ ستكتمل الدورة من جديد، ستواصل الدورة من جديد نفس حركتها. صحيح، راح بعد اثنين راح نشوف ثلاثة كبيرة، وبعد ثلاثة راح نشوف أربعة كبيرة، وبعد أربعة راح نشوف خمسة كبيرة، وبعد خمسة راح نشوف نزول قاسي التصحيح في A B C كبيرة أكبر منهم كلهم. ولذلك كلما كبرت الموجة كلما كان التصحيح أكبر قسوة. هل هذا التصحيح اللي نشوفه هنا هو نفس التصحيح اللي راح نشوفه هنا؟ لا طبعا، كل ما كبرت الموجة كل ما كان عندك تصحيح أكبر، وكل ما شفتها الموجة تكبر وتكبر حط يدك على قلبك إن انتهت. يا ساتر يا ساتر استر، وش اللي صار في 2006 في السوق السعودي؟ في النزول العنيف اللي صار. فأنت كمحلل موجي تشوف سهمك الآن هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة، ممتاز، وتسمع الناس يقول لك روح روح السوق تمام واصل يا شيخ روح، وش راح تقول له؟ بالضبط، هذه الموجات اللي هنا الموجة الخامسة بداخلها واحد اثنين وثلاثة وأربعة، إذا تبقى منها وشو بالضبط؟ ما عاد قدرنا أبو ألين نجمع. إذا ما قدرت تجمع هذه الله يعني مشكلة، كيف راح تجمع في الأمور الثانية أبو ألين؟ وين المشكلة يا أبو ألين؟ راح أدخل على الشارت، راح أسهل الموضوع على إن شاء الله. المشكلة وين أبو ألين؟ ما يرد أبو ألين. الخامسة، الخامسة نعم معناتها في مصيبة راح تحصل بعد الخامسة دي. فإذا ما طلعت غيرك يقولك لا يا عمي السوق بخير، أخبار إيجابية وكل شيء تمام، والاقتصاد قوي والنفط فوق، قلت السلام عليكم. أول ما تتحقق هذا شو تتوقع يصير؟ أنت أوريدي هنا تتنبأ أن في مشكلة راح تصير، في خبر كبير سلبي راح يحصل، حرب، نفط، غيره، إفلاس، فضيحة، لا قدر الله، مصيبة، ما تدري، الله يجنبنا المصائب. في مشكلة راح تصير هنا، ففجأة يجيك النزول العنيف وتصحيح يهدد الدنيا
تماما، وتلقى الناس الآن في 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 ضايعين ضايعين. الأخبار السلبية بالقيعان والإيجابية بالقمم. الإيجابية راح نتكلم عنها بعد شوي لما أدخل على الشارت، في تعليق بالنسبة للنقطة هذه. هل وضحت الفكرة هذه الآن؟ بس سننتقل للشارت لأن في شغلات أبي أوضحها. أبو ريان، سم، بس يمكن تفتح صبوره على السجة تشرح لهم الجديد. أين جاي 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 في هالموضوع. أنا ليه أنا أقول لك بروح للشارت؟ لأن في مساحة فاضية في الشارت تقدر أرسم عليها. الموجة طيب ما أقدر أقرأ الآن، راح أواصل. أسحب صلاحيات وأطلع للشارت أساس أن نبدأ نوضح الصورة أكثر وندخل الآن أعمق وأعمق. طيب بس قبل ما أنتقل إلى هنا، هل 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 هل, هل الشارت واضح اللي حطيته واضح تو؟ ممتاز، واضح. بسم الله. طيب راح امسح كل شيء هنا لاني راح ابدا من الصفر. يعني هذا كان مدخل تعريف فقط. راح اسحب هذا الشارت على شوي على جنب واخذ المساحه الفاضيه هذه. بسم الله. وجلست اراقب سهمي الان وهو يتحرك وبدا بالحركه هذه وحقق القمة، وبعدها بدأ يجني أرباح، وصل إلى المنطقة هذه وحقق لقاع. القاع هذا إيش راح يكون؟ اثنين. ولو واصل نزول إلى تحت وكسر لي القاع هذا، هذه معناته مو موجة دافعة، معناته لازلنا في تصحيح. ليه؟ ولا المفروض إنه ما يكسر القاع هذا. طيب ثم يصعد مرة أخرى من المنطقة هذه وواصل في الموجة ثلاثة، ثم يهبط مرة أخرى في موجة أربعة، ثم يصعد مرة أخرى في موجة خمسة. الآن قبل ما أنتقل إلى أعمق من كذا، أبي ركزوا معي في نقطة مهمة. عند 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 رسم او ترقيم الموجات يجب ان نتقيد في امور مهمه، نقاط مهمه. التحليل الموجي ما هو ماشي بشكل عبطي بس ارسم 1 2 3 4 خلاص مبروك هذه 5 موجات. لا 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 لا، له قواعد وله ارشادات، والقواعد ثابته لكل الموجات اللي راح ناخذها. اما الارشادات فلكل موجه لها ارشادات خاصه فيها. ولما نميز ونقول هذه قاعدة وهذا إرشاد، معناته إن القاعدة لا يمكن كسرها، لا يمكن إلغائها، لا يمكن الإغفال عنها. أما الإرشاد فهو يعني مثل النصيحة، قد تجدها يعني هي عند المهنة، قد تجدها هناك، قد تصل إلى هنا. هل هو لازم؟ لا ما هو لازم. هل هو شرط؟ لا ما هو شرط. قواعد موجات إليوت: أن لا تكون الموجة الثالثة أقصر موجة. طيب هذه نبدأ بهذه. إذا مرة ثانية: أن لا تكون الموجة الثالثة أقصر موجة، بمعنى أجي للموجة واحد وأشوف شارت قدامي وأروح أعطي الموجة واحد هذه رقم واحد، ثم أجي للقمة اللي بعدها أعطيها رقم القاع هذا أعطيه 2، ثم يرتد أعطيه 3، ثم 4 اخليه بالشكل هذا، اقول هذه 4، ثم 5 هذه 5. بناء على اول قاعده واول شرط، اول قاعده واول شرط وضعنا، هل هذا العد صحيح بالشكل هذا؟ راح ارسل لكم كل المعلومات، راح ارسلها لكم كلها، هذه المعلومات راح توصلكم على الجروب.
غير صحيح. ليه؟ إذا ممكن تقولوا لي ليه ما هي صحيحة؟ لأن فعلا برافو عليكم، لأن الموجة الثالثة هنا هي أقصر موجة. أدري أنها راحت الشاشة، راح أرجع لها الآن. لأن الموجة الرابعة أقل من الثانية، لا ما لنا دخل في الموجة الرابعة، أنا أتكلم عن الموجة الثالثة الآن، ولا علينا من التداخل. بوديكم الآن، ما في تداخل، لو حطيت هنا يلا إذا مسألة تداخل أبرفعها، يلا هذا ما في تداخل. لا أتحدث عن التداخل، أنا أتحدث عن أول قاعدة وأول شرط، أن لا تكون الثالثة هي الأقصر، أن لا تكون الثالثة هي الأقصر. وجيت الموجة الأمامي وشفت واحد رقم لي إياها بالشكل هذا، هل أقول هذه صحيح؟ وراح نرجع بعدين في تمرين أوريكم إياه كيف أرقم الموجة لو صارت بالشكل هذا، راح أجيكم بعدين، لكن ما بيعقد المسائل أنا الآن، أبي بس تعرف هل هذا الشكل أمامك 1 2 3 4 5 مقبول صح؟ هل يعتمد الشكل هذا على أنه موجة دافعة؟ أهم وأكبر قاعدة فيه أقول لك أن لا تكون الموجة الثالثة أقصر موجة، صح ولا لا؟ هل هي الثالثة أقصر موجة هنا ولا لا؟ نعم. لا كيس اي، لحظة شوي، كيس اي انت يعني كيف ما تشايف أن أقصر موجة؟ هذه الحين ثالثة أطول من واحد، الثالثة أطول من خمسة، إذن هل هي أطول موجة؟ هل هي أقصر موجة هنا؟ هي جاي بالكلام يا مسجة، جاي بالكلام، أعرف الموضوع هذا، جايك بالكلام، لا تستعجلون، جايك بالكلام، بس مو الأطول. أنا أعرف يا أخي العزيز، أنا سؤالي هل الموجة الثالثة هي الأطول هنا أو أطول موجة؟ هل هي أطول من واحد وثلاث؟ لا خلاص، هذا اللي أبي أعرفه. طيب، أن لا تكون الموجة الثالثة هي الأقصر، وننتبه لكلمة أن لا تكون الموجة الثالثة هي الأقصر، إيش معنات يا مسجة؟ إيش معنات أن لا تكون الموجة الثالثة هي الأقصر؟ أي أن مسموح لها أن تكون هي ثاني أقصر موجة، ولكن لا تكون هي الأقصر من الثلاثة، واحد وثلاثة وخمسة. بمعنى هذه هنا وهذه ثلاثة أقصر من واحد، لكن خمسة انتهت هنا. وين أقصر موجة عندنا موجودة الآن؟ أقصر موجة، برافو. إذن لو سألتك سؤال قلت لك هل الثالثة هي الأقصر أو أقصر موجة أربعة؟ مشاعل، احنا نتكلم عن الموجات الدافعة الفوق، واحد وثلاثة وخمسة، واحد ثلاثة خمسة، ما عليكم اثنين وأربعة، اثنين وأربعة نسوها، نتكلم عن الموجات الدافعة الفوق، لأن برافو، لأن الموجات الصاعدة واحد وثلاثة وخمسة تسمى دافعة، أما عكسها تسمى تصحيحية، كوبراكتيف ويف، امبولس ويف، موتيف ويف يسمونها موتيف اللي هو حافزة ودافعة، الموتيف يطلقون عليها موتيف اللي هي كدافعة نفس الامبولس. ايضا ينطق عليه ينطق عليه يعني يلقون يسمونها اكشنري، الاكشنري اللي تسير بنفس الاتجاه، يعني سواء هي باتجاه الهابط الصاعد او الهابط، الموجه اللي تمشي بنفس الاتجاه هي تسمى اكشنري، والاكشنري هذه تاخذ الترقيم خمسة. اما ما يكون عكس اتجاهها تسمى رياكشنري، الارتداديه، هذه تأخذ الحروف وهي موجة تصحيحية، تصير تسير عكس الاتجاه. إذن
إذن الموجة الثالثة لا تكون أقصر موجة، ولكن ممكن تكون ثاني أقصر موجة، وليست الأقصر. ممكن تكون ثاني أقصر موجة ولكن ليست الأقصر. واضحة؟ واضحة يا إخوان؟ ممتاز. بعدين نجي. طيب اذا الامور واضحه، هذا اول شرط. انا لا زلت اتكلم في القواعد والشروط، ما كملتها للان. اذا نتكلم الاول شيء عن الموجه الثالثه، معناتها بالمقارنه بين واحد واثنين وثلاثه، ما علينا من اثنين واربعه، مقارنه بواحد وثلاثه وخمسه، الموجه الثالثه مقارنه بواحد وثلاثه وخمسه، هل هي الاقصر؟ لا. هل هي ثاني اقصر موجه؟ نعم. إذا مقبول، لكن لا ما تكون الأقصر. طيب وش القاعدة أو الشرط اللي بعدها؟ ننتقل نشوفه هنا. أن لا تتداخل نهاية الموجة الرابعة من منطقة السعرية للموجة الثانية. ما تتداخل. طيب ممتاز، خلنا نعدل الرسم هذا. أوبس، نسوي ريدو هنا، راحت. طيب هذه الموجة الأولى، هذه الموجة الثانية، وصعد في الثالثة ورجع في الرابعة ثم صعد في الخامسة. راح أحط خط هنا الآن وأقول نهاية الموجة واحد هنا ولا لا؟ هذه واحد بدأت من هنا من القاع، ابتدت من القاع، ابتدت من القاع هنا الى وصلت الى القمه. هذه كلها موجه واحد. نزولا من الرقم واحد الى تحت، هذا هو مدى الموجه اثنين. اذا يبدا من وين؟ من قمه واحد. اذا ممنوع على الموجة أربعة، هذه الموجة أربعة تنزل إلى هنا، أوكي، 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 تدخل المنطقة هذه. أقول لك ستوب 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 ستوب، ترقيمك غلط يا أخي العزيز، ترقيمكم خطأ. أقول ليه؟ لأن الموجة أربعة تداخلت مع الموجة اثنين هنا. واضح؟ نعم، اللي هي قمة الموجة واحد. فلا تجي تعطيها الترقيم هذا وتقول والله لا هي صحيحة، أقول لك لا لا، تداخلت، ما ينفع. طيب متى يكون مسموح التداخل هذا؟ راح نشوفه بعدين، بعد شوي لما نخلص. يقطع الصوت عندكم، أنت متابع من الجوال محمد ولا من، ما أدري، يمكن عندك مشكلة بالنتورك. طيب المهم، فممنوع أن تتداخل موجة أربعة مع اثنين إلا في موجة أخرى راح نتكلم عنها بعدين. طيب هذا ثاني شرط، قاعدة مو شرط. هذا هو الموجة الثانية، هذا الشرط الثالث، القاعدة الثالثة، الموجة الثانية لا تهبط أدنى من قاع الموجة الأولى. يعني نجي لأحد الأخوان نشوفه راسم، يشوف الشارت بالشكل هذا، يقوم معطيه رقم اثنين. هل هذا يقبل؟ هل يحق للاثنين أن تنزل تحت بداية الموجة واحد تحت هذه المنطقة هذه؟ هل يقبل الترقيم هذا؟ لا. إذن هذه أول، هذه الثلاث
قواعد المهم عندنا. ابدا مستحيل تجي تعطيني هذه اثنين وتقول لي تعال. يجيني بعض الاخوان على الخاص يقول لي عفوا يعني يرسل لي تشارت ويكون مغطى فيه الجزء هذا، يبين لي فقط الجزئية هذه من هنا معطيها واحد واثنين وثلاثة واربعة خمسة. طيب ارجع اقول اخي العزيز صور لي الشارت باكمله، لاني ماني شايف هذا وين، هل هذا هنا، هل هذا هنا، هل هذا هنا. اذا جاك واحد بالشكل هذا قل له سوري ما اقدر اقول لك صح ولا خطا، لاني ما ادري من وين بدت الموجه واحد، من وين بدت الان، انت ما ورتني اياها بالضبط. فمهم جدا انك تنظر الى بدايه الموجه واحد، مهم ان الموجه اثنين ما تكسر المنطقه هذه، مسموح لها انها تلامسها 100% هنا لكن لا تكسرها ابدا، غالبا تنتهي عند مستوى 61.8 فايبو. ولذلك احنا تكلمنا عن الفايبو ليه؟ لكي تتضح الفكره هذه. هذه ثلاث قواعد وللاسف اعيدها سريعا اذا تكررت ابو يحيى بشكل سريع. الموجة الثالثة لا تكون هي الأقصر بالشكل هذا، بل ممكن أنها تكون ثاني أقصر موجة. كيف ثاني أقصر موجة؟ فإنها تصل إلى المنطقة هذه وهذه هنا، ونجد أن واحد أطول منها، لكن هي أطول من خمسة، فتكون هي ثاني أقصر موجة ممكن، لكن أن تكون هي أقصر موجة ممنوع، ما يصير الكلام هذا. ثانيا أربعة هذه ما تدخل في نطاق، إذا نزلت في تصحيح يجني أرباح ما تنزل في نطاق الضلع هذا اللي الموجة اثنين، هذا الضلع ما تتداخل مع المنطقة هذه، فوق رقم واحد مقبول أهلا وسهلا، هنا 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 ممكن، ما تداخل معه فلا ممنوع. الشيء والقاعدة الثالثة الشرط الثالث ان هذه ما تنزل الى اسفل من بداية الموجة واحد، ما ينزل اسفل منها اي منطقة هنا من رقم واحد، اي منطقة يتوقف عندها اهلا وسهلا، ان شاء الله يوصل الى هنا الى الخط هذا، لكن لا يكسر قاع الموجة واحد. واضحة يا اخوان؟ ترى هذا تونا نقول بسم الله، دعونا نقول بسم الله إذا ما وضحت، بس لا تخجل إنك تسأل، اسأل 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 عادي، يعني أنتوا اللي تجون بعدين الفلات ولا دبليو إكس واي وغيرها راح تصير مشاكل. عندك سؤال أخوي بندر سم بشكل سريع عشان نواصل، خلي الأسئلة، ودي إنكم تكتبون الأسئلة على جنب، الله يرضى عليكم اكتبوا الأسئلة على جنب، ومستعد كل سؤال أجاوب عليه بشرح، بس أساس إني مدينا نخلص المادة بس الوقت. نعم تو نقول بسم الله. موجة أربعة لو لامست، أنا وش قلت من شوي؟ تلامسها لا. لو قمة واحد عند 25، أربعة عند 25 معناته حصل التداخل هنا. في حالات يحصل فيها تداخل بعدين راح أتكلم عنها، بعدين انتظر الآن شوي. هذه الثلاث قاع الموجة لا قواعد. قاع الموجة هو قاع الموجة، كيف له قواعد؟ قاع يرتد منه. هذا هو الموجة ثلاث قواعد اللي أمامنا، ويوجد إرشادات. يعني لما أقول إرشادات ممكن أن نخل بها، ممكن أن نتناساها، ممكن نتغاضى عنها، ممكن أنها تصير أو ما تصير، لكن لما نقول إرشادات معناتها يقول لك إحصائيات كبيرة تشير إلى أن هذا الشيء يصير دائما يصير، أن الشيء هذا دائما يصير. فاللي هي انتبهوا لهذه، يحدث تبادل في الحركة السعرية بين الموجة الرابعة والثانية.
هنا انتبه، يحدث تبادل بالحركة السعرية بين الموجة الرابعة والثانية. طيب يقول لك وش المقصود منها؟ كيف يعني؟ يعني من طبيعة الموجة الثانية، من طبيعة الموجة الثانية إنها تكون حادة في النزول، حادة في النزول، نزول لا يكون حاد. فأنت تتوقع لما تنتهي موجة واحدة تعرف إن هذه الموجة الثانية غالبا راح يكون نزولها حاد، وغالبا النزول الحاد هذا سيستهدف منطقة 61.8. طيب وش تقصد بالتبادل؟ ما فهمت كيف الأربعة واثنين يحصل بينهم تبادل. أنا بقول لك الحين، طول طول بالك، طول بالك، خلني أنزل إلى هنا بس على أساس إنه يكون عندنا مساحة للرسم. هذه القمة، قمة واحد، وهذا قاع واحد، حسبنا هدف الموجة اثنين، نجد أن الموجة اثنين نازل ونزول حاد إلى مستوى 61.8 بقلب، بل ممكن أكثر بعد. طيب وش التبادل اللي تقصده؟ التبادل اللي أقصده أن إذا كانت الموجة واحد حادة وصلت إلى مستويات هذه، عند قياسك لأهداف الموجة أربعة تجد أن الموجة أربعة لا تكون حادة مثل ما هذه كانت حادة، بل تصل إلى مستويات 38.2. لاحظ، تصل إلى مستوى 38.2. إن كانت هذه 61.8 فايبو، فستجد هذه 38.2. لازم، بقول لك لا، ممكن تصل 50. لازم يا أخي، أنا أقول لك هذه من الإرشادات. طيب كيف يصير تبادل؟ الحين ما فهمت، قلت لك إذا هذه 61 يعني نازلة بنزول حاد، بتلاقي هذه نزولها أقل، يصل إلى مستويات 38.5. قل لي طيب والتبادل كيف يصير؟ نرجع الواحد، إذا كانت الموجة واحد بالنزول هذه نزلت إلى 38، نزول بسيط، هنا يحصل التبادل بينهم. وشوف كيف المحلل الموجي عند القدرة يتنبأ أن النزول هذا راح يكون قوي، فيروح يقيس الموجة ثلاثة، ومقدما كذا هو عارف، طبعا لا بنزل هذا الشكل شوي تحت، وهو مقدما ما يحصل عندنا تداخل، فهو مقدما عارف أن النزول هذا 100% راح يلامس الخمسين، وبالتحديد وممكن غالبا راح تشوف عند 61.8. هل ممكن يرتد من 50؟ ممكن، ممكن يرتد من هنا، طيب ممكن، لكن أقول لك غالبا سيستهدف المنطقتين هذول، وغالبا راح تكون 61.8. فهنا يحصل التبادل بينهم، إن كانت هذه عرضية واصلة 38، نزول هذا راح يكون حاد، إن كان نزول هذه هو الحاد، هو الحاد، ستجد هذه الموجة الرابعة نزولها غير حاد، وهنا يحصل التبادل بين الثنتين في النزول. فمن البداية أنت عندك القدرة أنك تتنبأ بنزول الموجة الرابعة لأي مستويات بالضبط راح يصحح، وتحط عندها خط، وتقول بإذن الله سهمك راح أقابلك عند المنطقة هذه بإذن الله. لا يا أخي يقولون راح ينزل أكثر، لا يا أخي راح يرتد من هنا، أنا أقول لك تقريبا تقريبا أنه نرجح وصوله للمنطقة هذه. واضح؟ طيب كل ما كانت الموجة الدافعة كبيرة التصحيح يكون أكبر، طبعا إيه، لكن إحنا نتكلم عن التبادل بين الموجتين أربعة واثنين، كيف يحصل التبادل بينهم. فإذا انتهينا من الموجة الخامسة راح نبني الآن على تصحيح ABC أكبر، وثم نبدأ فوق بصعود موجة أكبر ثانية، لكن الآن تبادل بين اثنين واربعة. تبادل المقصود فيه اللي مستويات فايبو، ان كانت اثنين عند مستوى وصلت بنزول حاد عند مستوى 61.8، ستجد هذه مقدما كذا، انت لما يبدا يجني راح تقول له راح نشوف سهمك ان شاء الله عند 144 145 143 مع يعني عند المناطق هذه، عند مناطق 38.2. انا شلت الفايبو ليه؟ لان مو مرسوم بدقه، فبكره بيجينا بس انت حطيت عند 23
فصل لا انا قاعد استمع لكلامي اترك الفايب اللي رسمته. ان كان نزول هذا حاد عند 61.8 ستجد هذا عند مستوى 38. ان كان هذا النزول اللي صار هنا كان عرضي الى 38، فتوقع مستقبلا ان هذا النزول راح يكون قاسي شوي الى 61.8. يقول لك لا لا يا رجل ما راح. يقول لا والله انا هذا رايي، هذا رايي. هذا من الارشادات الان واضحه، عرفت النقطه هذه كبر الشاشه ايضا واضحه يا اخوان بسرعه بس اعطوني اوكي. ممتاز مشاعر، ممتاز اخوي حمزه، ممتاز محمد وتركي، او يعقوب حياك الله حبيبنا انت اليوم حياك الله. سعد سمي يا روس هرمس هلا. 1 و3 و5 ايش تقصد بواحد 3 و5؟ ما ادري. واضح نتكلم عن التبادل، انا اتكلم عن التبادل واضح عشان نستمر. ابو الين تصحيح الحاد، هل يكون بتجاوز 38 فايب؟ نعم نعم نعم. طيب اذا كذا واضح نواصل نكمل الارشادات، حاسس نقدر نواصل الان. الارشاد الثاني يحدث تبادل بين موجات A و C. يجيك واحد يقول لك والله طيب هذا اللي خليني الان انا اتكلم عن موجة تصحيحية. قبل ما اروح الموجة التصحيحية الزجزاج خلينا ننتهي من احد الارشادات ايضا الموجودة هنا. غالبا الموجة الثالثة هي راح تكون اطول موجة، غالبا الموجة الثالثة ستكون أطول موجة. وعليه مقدما أنت مقدما القاعدة تقول إذا كانت الموجة الثالثة أطول موجة وحصل فيها امتداد فطول الخامسة، يعني إذا كانت هي أطول موجة فطول الخامسة هو طول الموجة واحد، هو طول الموجة واحد تساوي نفس الطول. واضح؟ ولها طريقة بحساب في الفايبر راح نشوفها بعدين. فبهالطريقة نعرف حنا ان طول خمسة هو من طول واحد، طول خمسة من طول واحد. وممكن يحسب بالفايبر العادي الريتريسمنت والفايبر اكستنشن، والفايبر اكستنشن معناته انك تحسب من القاع هذا الى قمة ثلاثة ثم نزولا عند 4. هذه احد طرق حسابه، فيكون يستهدف 61.8. بالطريقه هذه سيستهدف 61.8. وممكن تقيسه ايضا من طول الموجه 4 فقط، وراح تشوفه يضرب 161.8 مثل ما انتم شايفين امامكم الان. شوف هذه 61.8 وهذه 161.8. لو مديتها شوي تلاقيهم متقاربين، هذا 61.8 161.8. بالطريقتين لو رسمتها راح تعطيك هدف الموجة هذه، لكن بعدين ندخل في الكلام هذا ونتكلم فيه. إذا كانت الموجة الثالثة هي الأطول وفيها امتداد، إذا تكون الموجة الخامسة هي نفس طول الموجة واحد. واضح؟ ممتاز 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 ممتاز، يعني ما راح تتعبك الموجة خمسة كده. طيب ننظر إلى إرشادات مرة أخرى. يحدث تبادل بالحركة السعرية بين الموجة الرابعة والثانية. 2 يحدث تبادل أيضا بين الموجة A و C. خلنا من النقطة هذه الآن. يحدث امتداد في الموجة الأولى أو الثالثة أو الخامسة. الامتداد يحدث في موجة واحدة من الثلاث موجات هذه. الثلاث موجات وش هي؟ 1 3 5. ما علينا من التصحيح 2 و4. تكلم عن موجات الدافع الفوق 1 و3 و5. إذا حصل امتداد فهو يحصل في موجة واحدة فقط. فيجي أحد الإخوان وخلنا نشوفها مع بعض. مش مقصود فيها الامتداد، ان الامتداد انه يكون عندي هنا 1 2 3. ولا بدل ما ارسم ودي اوريكم اياها
ولا يلا خلنا نرسم 3 4 5 ثم نكمل هنا. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هذه الموجة الثالثة ثم الموجة الخامسة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، بكذا كلهم فيهم خمس موجات. أعطيها لون أبو ريان، أعطيها الموجة الداخلية بلون كذا أحمر، راح أعطيها إن شاء الله. ثم الموجة الهابطة راح تكون A B C هنا. راح نشوفها في رسم، راح نشوفها في رسم، بس راح ارسل اوريكم اياها الان في رسم واضح. هذه اللي هنا، وثم ايضا الموجه هذه اللي هنا راح تكون ايضا A و B و C. الموجات الداخليه هذه نخليها باللون الازرق مثلا. هذه تركيباتها الداخلية. طيب إذا وجدت الموجة هذه بهذا الشكل فهذا عدها طبيعي، ولكن أحياناً واحدة من الموجات اللي هذول يحصل فيها امتداد. وين يحصل؟ بتلاقي الامتداد في أحد الموجات الداخلية الصغيرة، يحدث بأن الموجة الثالثة هذه أيضا تمتد، يحصل فيها امتداد. والامتداد ممكن تكتشفه بمستويات فايبو، فتجد داخلها أيضا 1 2 3 4 5، وهذا يدفعها إلى الامتداد، نسميها حصل فيها امتداد. ما بيك تدخل في دوشة الآن تقول يا الله وش اللي صار، اترك الموضوع هذا، فتجد داخلها امتداد. ولو حسبنا كيف تعرف أنه حصل امتداد، لما تجي تقول هي 1 2 3 4 5، الموجة الهابطة دي 6، اللي صاعدة هذه اللي هنا الخامسة 7 8، عفوا الموجة الكبيرة 1 2 3 4 5، ثم 6 7 8 8 9، فيصير عد الموجات كلها 9 موجات دخلت معها موجة إضافية، رفعت عد الموجات هذه إلى 9 موجات، وهذا الزيادة في العدد الموجات إلى 9 يدفع الموجة أن تكون، نسميها هنا حصل أن فيها امتداد، امتدت. ويحصل الامتداد ممكن في الواحد، ممكن في الخمسة، ممكن مو في الموجة الثالثة، ممكن يحصل الامتداد هنا الموجة هذه، ممكن يحصل الامتداد هنا الموجة هذه، أو هذه الخامسة مثلا هي اللي يحصل فيها امتداد. فيحصل الامتداد في أحد الموجات، يا الخامسة يا الثالثة يا أو الأولى. ما بيك تلخبط نفسك الآن، خلنا بأبسط شكل، انسى مسألة الامتداد، بس بيك تحفظ هذه الآن، أن يحدث امتداد لأحد الموجات 1 أو 3 أو 5. هل واضح؟ لا تربشوا نفسكم في الامتداد الآن، اتركوها، راح أشوفها بعدين في أمثلة. الآن واضح؟ طيب 3 هي أطول موجة غالبا 3، لكن ممكن تكون هي ثاني أقصر موجة، مو شرط أنها دائما هي أطول موجة. يحدث انقطاع أحيانا في الموجة الخامسة بالاتجاهين الصاعد أو الهابط، ممتاز. يحدث انقطاع، هذا من الإرشادات أيضا. كيف يحدث انقطاع؟ لما تكون الموجة الثالثة يحصل فيها امتداد وقوية، معناتها يزيد ارتفاعها،
كيف يعني انت كيف بثبت بعرف ان هذا حصل فيها امتداد؟ ابى اقول لك سهله، لما اجي واحسب من 1 إلى 2 هدف الموجه 3، يجب ان تصل الموجه 3، ركزوا على المعلومه دي، من 1 إلى 2 نبي نحسب هدف الموجه 3، فيجب ان تصل الموجه 3 الى 61.8. اقل من هذه لا، ما هي موجه 3، ما هو طولها. نتكلم عن الموجات هذه العاديه، ما هو لما تكون هي اقصر موجه، لما تكون هي اطول موجه يجب ان تصل الى 61.8. فاحنا مقدمه من يوم ما طلع من هنا احنا عارفين ان هدفنا عند 61.8. طيب كيف اكتشف الامتداد؟ لما نشوف فجاه الموجه الثالثه اخترقت 61.8 وراحت الى 200، بس خلاص راحت ال 200، هذا معناتها الموجه هذه دخل عليها 5 موجات اخرى صغيره في مكان ما، يا في 5 يا في 3 يا في 1، موجود في هنا موجه وغالبا راح تشوفها في 3. هل ممكن تروح ابعد؟ نعم، ممكن تروح الى 200.16.8، الامتداد يواصل يصعد. هل ممكن تروح اكثر؟ نعم، ممكن تروح اكثر الى 361 الى 423.6، ممكن كل المستويات تروح. من تجاوزت 161.8 فهنا حصل فيها امتداد، خلاص نعرف ان حصل فيها امتداد. عند حدوث امتداد في الثالثه تصبح الموجه خلاص طويله، وكأن يحصل في الموجه الخامسه انهاك احيانا، فتصعد الموجه الخامسه بعد الجني الرابع، هذا في الرابع، تصعد الى انها تصل المنطقه هذه وتبدا تتساقط، اي ان تسجل الخامسه ولكن غريبه، في وضع غريب انها لم تتجاوز الثالثه، قمه الثالثه، والوضع الطبيعي المعروف ان الخامسه تنتهي فوق قمه الثالثه، الا ان في الموجه هذه انتهت هنا. بيصير هواش بينك وبين الشخص، لا يا اخي لا، مو معقول خامسه ما تجاوزت ثلاثه، لا زلنا في موجه صحيحيه، لا، اذا اكتمل العد عندك والمؤشرات راح تدعم، الماك دي وغيرها، في اشارات راح ناخذها بعدين، نعرف ان الخامسه انتهت. متى يحدث الشيء هذا؟ لما يكون الصعود الموجه الثالثه قوي جدا، حصل فيه امتداد، او حتى في الموجه 1، لكن الموجه الثالثه لما تكون فيها زخم وصعود قوي جدا تعرف ان حصل هنا امتداد. يحدث معنا انقطاع احيانا، هل لازم دائما يصير الانقطاع هذا؟ لا طبعا قليل راح تشوفه، لكن ممكن يحصل، لكن مو دائما. طيب هل واضحه النقطه هذه الان؟ لان فيه احد الارشادات لها نسبه معينه، الانقطاع تصل الى اعتقد 61.8 من على الاقل وتقف من واضح، راح نشوف بعدين الامور هذه، الان خلينا نمشي خطوه. ممتاز، هذا من الارشادات، لا يجي واحد يقول لازم، لا ما هو لازم، هذا من الارشادات. طيب من الارشادات ايضا بان يستطيع المحلل الموجي بنظره كذا يكتشف انه موجود في الموجه الثالثه الان. من طبيعه الموجه الثالثه الصعود في الموجه 1 هو بعد انتهاء تجميع، ويبدا السوق بالارتفاع. المتداولين الى الان مو منتبهين للعمليه، ولا زالوا يعتبرونه عملية ارتفاع زي هذه في ترند هابط، هي عملية ارتفاع وراح نواصل نزول ثانية، فهم فاقدين الثقة، يأسين الآن، في يأس، فلن يثقوا في الموجة هذه، لذلك لن تجد كثير يتداول الموجة هذه إلا المحافظ الكبيرة وغيرها والسيادية، ثم يهبط في الموجة 2. طيب هل يجمع في المناطق اللي تحت هذه هنا كلها هذه يوديه في الموجة 1، ليه ينزل في موجة 2؟ ليه ما طار على طول؟ أقول لك لأنه لما ارتفع السهم المنطقة هذه لم يسعفها الوقت بأنه يلم أكبر كمية، فيحتاج أنه يرجعه علشان يلم كمية أكثر. السبب الثاني أن بالرجوع هذا هو يخليك أنت برا،
خليك نايم كده وخليك في رعب وخوف، أنا بلم قبل ما أنت تلحق على الموجة. وش اللي يصير مع الكثير؟ أنه يبدأ يرتد في الموجة الثالثة ويطير ويطير ويطير. تو الآن والناس لا زالوا بشك، ها بيرجع، لا لا أخاف ينزل. إذا وصل إلى المناطق هذه تقريباً تو الأخ ينتبه يقولك لا العالم دبلات دخلوا هنا فلوس يا أخي، خلاص بدخل بدخل، فما يمديه يدخل في الموجة هذه من المنطقة هذه إلا وم المصانع السهول علقت عليقة حلوة وجابة تحت. يقولك يا الله يعني يوم وصلت المنطقة هذه يعني يوم دخلت جاك نزل السوق، فيفقد الأمل وييأس ويبدأ يرمي من جديد ويبيع. يقولك يا عمي خلني أحافظ، وبعضهم يقعد كذا يتفرج يلم له كمية ثانية في المنطقة هذه صانع السوق، وينطلق في السهم إلى فوق. أنت توك الآن توه يجي السهم عند منطقتك السعرية، وما يمكن ما يخليك تأخذ إلا الإفتات فقط لأنك توك داخل متأخر. فهذه الحركة تحصل دائما. في منطقة نكتشف فيها أن الثالثة هذه يحصل فيها زخم. الثالثة هذه هي منطقة تواجد صناع السوق كلهم. هذه منطقة، هذه الموجة الانفجارية، هذه اللي يحصل فيها انفجار، هذه اللي يستهدفها المحللين الموجيين. لما نرقم الموجات هذه كلها، أنا مو معناته راح أدخل في كل موجة هنا، لا أنا أبي أصيد هذه، أبي أصيد دي. هذه هنا راح تحصل دبل واثنين، ممكن راح تدخل لك، لا نتكلم عن دبلات لكن نتكلم عن أرباح عالية مهولة، لأن الصعود فيها يكون حاد رئيسي كذا فوق. انظر إلى الموجة هذه أخي العزيز، شوفها، شوف الموجة هذه بعد ما أخذ واحد اثنين، شوف كيف الصعود، شوف الصعود القوي هذا اللي هنا، الانفجار اللي حصل. وش من الإرشادات اللي تدلني على أن هذه موجة ثالثة؟ في الموجات الثالثة، الموجة الثالثة غالبا يكثر فيها فجوات، أو ستجد فيها فجوات مثل هذه فجوة سعرية، تجد فيها فجوة سعرية تعطيك دلالة وإشارة أنك أنت دخلت في الموجة الثالثة، فتجد فيه فجوات سعرية موجودة تشير لأنك في الثالثة. شوف الثالثة هذه اللي هنا، 1 2 3 4 5 الثالثة فجوة سعرية. ليه؟ لأن في زخم، في صعود قوي، في انفجار حصل. شوف 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 كل الفجوات اللي حصلت هنا في الموجة هذه، هذه إشارة قوية أن الموجود في الثالثة هنا، إشارة قوية أن الموجود في الثالثة. فهنا يكون الزخم، هنا يكون الصعود بقوة. شوف الفجوة اللي هنا، وأحيانا تحدث فجوات في الأسفل من يوم ما يرتد ولا غيره. شوف من البداية أعطاك فجوة وانفجر لفوق. هذه من إشارات، من الإرشادات، الإشارات اللي تشير إلى أن أنت في الموجة الثالثة. واضح؟ ممتاز. محمد ايش رايك بس تعطيني 5 دقائق ان الحلق مولع. الله يجزاك خير مسجد. ما انت صلحيه، خذ الصلحيه صبروا يا وين السبورة اللي هنا أو القلم؟ أخذ الصلاحيات أول، سحب الصلاحيات. نعم، مثل ما ذكر الله يجزاه خير أخونا أبو محمد، ممنوع تداخل الموجات الدافعة بين الموجة 2 وموجة 4، ولكن في حالات يحدث فيها تداخل. الحين بتقول الحين توي يقول ما في تداخل الآن، جاء وقال لنا فيه تداخل. ركزوا بالمعلومة اللي جاية هذه، تمام، راح تسهل لكم كثير. فيه نمط يتشكل الموجة الأولى والموجة الخامسة، أحيانا فيه نمط ممكن تجده وتجده كثير تواجد هذا. الموجة الأولى والموجة الخامسة، فإن الأولى أحيانا تتحرك بشكل كأنها مثلث، وأن الخامسة أيضا ممكن تنتهي بشكل كأنه مثلث.
وأن المنطقة اللي بينهم هذه هنا يصير نزول في ABC ثم صعود في موجة خامسة ثم نزول في موجة رابعة ثم ندخل في المثلث هذا. هذا المثلث، هذول المثلثين الاثنين لا يسمح لهم التكرر في موجة واحدة مرتين، إن وجد في الأولى فهو لا يوجد في الخامسة، وإن وجد في الخامسة فمعناته لا يوجد في الأولى، الأولى موجة دافعة عادية تصير، وإن وجد في الأولى تصير الموجة الخامسة موجة دافعة عادية، يا هذه أو ذي. طيب قلنا من عند نهاية الموجة الأولى يهبط في الثانية ثم يصعد في الثالثة ثم يهبط في الرابعة ثم يبدأ يدخل موجة خامسة هنا، مثل ما هذا كان صاعد من الموجة الأولى، لكن الحركة في واحدة من الموجات هذه يا الأولى أو الخامسة قد تكون بشكل مثلث. طيب وإذا صار بشكل مثلث، هذه لما تصير بشكل مثلث نسميها قطرية. قطرية أي بالإنجليزي يسمونها diagonal. diagonal قطرية، والقطرية تحدث أما في نعم الوتد نور، فتحدث في الموجة الأولى أو الموجة الخامسة، تحدث في الموجات الدافعة، تحدث في الموجات الدافعة يا الأولى أو الخامسة. طيب خلينا نشوف في القطرية الأولى رقم واحد، هذه قلم رقم واحد، هذه اللي هنا هذه خمسة، القطرية هذه في رقم واحد تجد أن العد هو نفسه 1 2 3 4 5، ولكن في النمط هذا القطرية اللي في البداية في رقم واحد هي نفس الموجات الخمس، اللهم إنها تصير واحد، تلقى الواحد هو أطول شيء، 2 ثم 3 هي ثاني أقصر موجة، ثم الرابعة تدخل مع الأولى، الرابعة يسمح لها الدخول اللي كنا ممنوع نقول الآن يسمح لها الدخول، وثم ترتد بالخامسة وهي تكون أقصر موجة، يتحرك بهذا الشكل صاعد في موجة واحد أعلى موجة ثم موجة 2 ثم موجة 3 ثم موجة الرابعة، لاحظ الرابعة راح تهبط وتدخل في نطاق الموجة 2 ثم تنتهي في الخامسة، نفس الشيء يحدث في الموجة الخامسة، تصعد في واحد راح تكون واحد هي أكبر موجة، ثم تهبط في 2 ثم تصعد في 3 ثم تهبط في 4 تتداخل مع واحد مع الموجة 2 ثم تصعد في 5. طيب نوضحها أكثر، أبو ريان هلا حبيبنا، فنخلينا ناخذ مساحة فاضية، فنجي للموجة فنجدها أنها تصعد في 1 بشكل عالي ثم تهبط في 2 ثم تصعد في 3 وتتجاوز قمة 1، إلا أن 4 تنزل وتتداخل مع منطقة الموجة 2، تتداخل مع منطقة الموجة 2 لتشكل وتد متداخل معها، ثم تتجه في الموجة الخامسة وتكون هي الأقصر، أقصر موجة بالنمط هذا كله بالشكل، وبذلك تسحب ترند لاين حقك من قاع واحد إلى قاع. الرسم غير واضح بريا، الرسم غير واضح. كان قلت لنا الله يهديك عسسنا. ما شاركت الشاشة. أبدأ معناتها من جديد.
أبي اللون الأسود يكون أوضح شوي. طيب نشيل هذه، نشيل هذه. طيب تنطلق الموجة واحد بالشكل هذا وتكون هي أقوى موجة، ثم يهبط في الموجة اثنين، ثم يصعد في موجة ثلاثة إلا وتتجاوز قمة واحد إلا أنها أقصر منها، ثم يهبط في الموجة أربعة، حل مرة أربعة تتداخل مع الموجة اثنين، تتداخل مع الموجة اثنين هنا، ثم يصعد في الموجة الخامسة واللي هي أقصر موجة وتنتهي. وإذا رسمت ترند لاين معناته ترسمه من واحد إلى ثلاثة، والخامسة ممكن تتجاوز ترى حدود هذه، ممكن تتجاوز حدود هذه عادي، لكن ما تكون أطول من ثلاثة. الخامسة راح تكون هي أقصر موجة. ثم نأخذ ترند لاين نرسمه من قاعة اثنين ولامسها من قاعة أربعة، وتصبح هذه موجة دافعة من نوع آخر يسمى قطرية بالشكل هذا. هذه ممكن تجدها في الموجة الأولى والموجة الخامسة. امسكوا ورقة وقلم واكتبوا المعلومة اللي جاية مهمة جدا. تجدها في الأولى وتجدها في الخامسة، وتجدها في نمط التصحيح الزجزاج الموجة المتعرجة في الموجة A، أو لاحظ في تبادل مثل ما حاصل تبادل هنا يا واحد يا خمسة، هناك أيضا يا A أو C، اكتبوها على ورقة هذه على جنب. إذن القطرية ممكن نجدها أيضا يا في واحد أو خمسة أو في الموجة A أو C، واضح؟ يا في واحد أو خمسة أو في الموجة A أو C. طيب اكتبوا تحتها كده على الورقة الموجة واحد والموجة C A، عفوا الموجة واحد والموجة A يشتركون في الخاصية التالية اللي راح أذكرها، يشتركون في خاصية واحدة، يشتركون في خاصية واحدة تتعلق في الموجة القطرية أو الدياجنال. الموجة خمسة و بي أو عفوا و سي، الموجة خمسة و سي أيضا يشتركون في نفس الخاصية. نعم وش هي الخاصية اللي اشتركوا فيها؟ راح أوريكم إياها في بي دي أف وراح أرسلها لكم إن شاء الله بعدين. طيب اللي أبي أذكره اللي هو التالي، أن في الموجة A تركيباتها الداخلية هي نفس الموجة الدافعة، ما فيها شيء. الشيء الوحيد اللي يختلف اللي هو أن أربعة تدخل معه اثنين. في الموجة واحد أو A تكون تركيباتها الداخلية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة A B C واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة A B، راح أكبر الشاشة شوي، C ثم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. إذن هي نفس تركيبة الموجة الدافعة العادية. مسح. طيب واضحة أعتقد، يعني حتى بدون ما أرسمها أعتقد أنها واضحة بشكل سريع. هي نفس تركيبة الموجة العادية بواحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، ثم A و B و C، ثم واحد اثنين ثلاثة تركيبات الداخلية أربعة خمسة، ثم A و B و C، ثم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة.
بهذا الشكل هي نفس الموجة الدافعة. اللهم الشيء الوحيد اللي يختلف عن الموجة الدافعة العادية اللي نعرفها وبين القطرية إن أربعة تدخل مع الموجة اثنين، أربعة تتداخل مع الموجة اثنين، وبذلك إذا تداخلت تصبح أيا كان الشكل. يعني هل لازم بشكل مثلث؟ لا، ترى ممكن تكون كذا، ممكن تكون كذا، ممكن تكون كذا، حسب بعد الموجة هذه. يعني هذه ممكن تنزل إلى تحت شوي إلى هنا. أهم شيء إن الثالثة تصير هي ثاني أقصر موجة، إن الثالثة تصبح هي ثاني أقصر موجة. طيب هذه وين نجدها؟ نجدها في الموجة واحد أو A، نجدها في واحد أو A. هذه الموجة واحد أو A، اذكر الشيء هذا. وبغير الآن هذه وبقول لك الموجة خمسة أو سي. إيش فيها خمسة أو سي؟ أقول لك نفس هذه. اللهم ركز على المعلومة الجاية. اللهم شفت الخمسة والثلاثة والخمسة والثلاثة والخمسة هذه كلها؟ نعم. الآن راح يتغير الوضع، بتصير كأنها موجة تصحيحية. تركيباتها الداخلية تتكون مو من خمسة ثلاثة خمسة، لا، راح تكون من ثلاثة، كأن موجة متعرجة زقزاق. مثل هذه التصحيح، موجة التصحيح هي نفسها راح تتكرر في كل ضلع، ثلاث حركات في كل ضلع، ما هو خمسة ثلاثة خمسة ثلاثة خمسة، لا، ثلاثة 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 وتماشي. وهنا في الضلع الأخير راح أوريكم صور واقعية بعدين من النت، أنا جايبها لمحللين معروفين يعني في تويتر أجانب أيضا مرتكبين بعض الأخطاء بالترقيم. لاحظ التركيب الداخلي هذه موجود وين تلقاه؟ إذا حصلنا الموجة هذه المثلثية اللي هي الوتد أو اللي تسمى دياجنال في الموجة الخامسة أو سي، نسميها ending diagonal. ending diagonal ending diagonal اللي هي في هذا الامتداد. شفت الامتداد وين حصل هنا؟ الموجة الثالثة دخلت داخلها أيضا خمس موجات أخرى في المنتصف هنا. راح أرسل لكم الملخص هذا بعدين. هذا الانقطاع اللي تكلمنا عنه، هذا خلنا نشوف الترقيم الداخلي للمثلث اللي فوق هذا. ترقيمات الداخلية وش بالضبط؟ ترقيمات الداخلية للمثلث اللي فوق هذا هذا هذا, هذا. وش الترقيمات الداخلية؟ صحيح، ثلاثة خمسة ثلاثة خمسة، صحيح. أعيد لكم اللي ما شافوا وما لاحظوا، هذا المثلث الكبير اللي فوق ترقيماته إيش بالضبط؟ الداخلية. أخوي حمزة، ثلاثة 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 ثلاثة، أنا أقول المثلث اللي فوق. أعيد المثلث الفوق هذا تركيبات الداخلية للموجات واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة تتشكل من أي؟ وش العد اللي داخلها؟ المثلث اللي فوق اللي أقرب للشعار الأصفر هذا. وش الترقيم الداخلي للمثلث اللي فوق اللي وردتكم اياه؟ ممتاز، خمسة ثلاثة خمسة ثلاثة خمسة. لا اختي نور، لا دقيقة اوريك اياه مرة ثانية. نور، المثلث اللي فوق الضلع الاول كم حركة في كم موجة؟ رقم واحد،
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. ظل الموجة اثنين واحد اثنين ثلاثة. الموجة ثلاثة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. ممتاز. الموجة الرابعة واحد اثنين ثلاثة. الموجة الخامسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. إذن تركيبات المثلث هذا وشي؟ لو سألت تركيبات الداخلية له. ممتاز يا نور. ممتاز. طيب لو سألتكم عن المثلث أو 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 الشكل اللي تحت هذا، تركيبات الداخلية عبارة عن إيش؟ هذا تركيبات الداخلية عبارة عن إيش بالضبط؟ كم حركة تشوف في كل ضلع؟ واحد اثنين ثلاثة، 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 يعني ثلاثة 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 ثلاثة، صح ولا لا؟ ممتاز. لما أجي للأول الشكل الأول وأقول هذا خمسة ثلاثة خمسة ثلاثة خمسة، وين نجده؟ في أي مكان؟ جاي جاي في جاي المسميات، جاي لك جاي لكم في شغلة ثانية. نعم في البداية، في وين في البداية؟ أبي عطني الموجة، رقم الموجة. ممتاز. الأمامية اللي هي أي واحدة؟ رقم واحد أو سي. يا سلام، أو سي، لين راح نشوف، راح نشوفها في واحد أو سي. وتسمى قطرية أمامية، تسمى قطرية أمامية. أبو فيصل لا، ما لا في A، ما هو في C. قلنا توجد في A والأولى، في A أو واحد. هذه القطرية الأمامية اللي هي عدها الداخلي خمسة ثلاثة خمسة ثلاثة خمسة. طيب القطرية الثانية اللي كان عدها الداخلي كله ثلاثة 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 ثلاثة، وين نجد هذه؟ قطرية خلفية وتسمى ending diagonal، وتوجد في الخامسة أو سي. ممتاز، برافو عليكم، برافو. طيب نرجع هنا، نرجع لهذا. نرجع لرسمنا هذا. لما تكون قطرية أمامية وأضلاعها الداخلية خمسة ثلاثة خمسة ثلاثة خمسة ثلاثة، هذه عند اكتمال خمسة نعطيها رقم واحد، عند اكتمال خمسة نعطيها رقم واحد مثل اللي فوق هذه، عند النزول في ثلاث حركات نعطيها رقم اثنين، عند اكتمال خمس موجات أخرى نعطيها رقم ثلاثة، عند اكتمال ABC نعطيها رقم أربعة، عند اكتمال خمس موجات صاعدة نعطيها رقم خمسة، هنا اكتملت موجة كاملة. أما اللي داخلها ثلاث حركات فترقيماتها هي هي، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. أما الترقيمات الداخلية فهي عبارة عن A B C A B C A B C A B C A B C. ما هو زي هذه، هذه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ثلاثة خمسة ثلاثة خمسة ثلاثة، هذه لا، A B C A B C A B C A B C A B C، وتنتهي بترقيمات اللي هي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. ما هو واضح رسمي؟ محمد ضيعت. أبو فيصل مو واضح رسمك. طيب جايكم جايكم، أنا ما انتهيت. راح نشوفها مع بعض هنا الآن. ليه أبي أصل إلى نقطة إنك تفهمون بس النقطة هذه على أساس ننتقل للي بعدها. هذا الرسم اللي أمامكم، لما أقول إنه يوجد في الخامسة أو سي، في الخامسة أو سي، عدها الداخلي لما تكون في الخامسة أو سي هو، لما أقول لك عد لي الموجات، لما تجد داخلها واحد اثنين ثلاثة، واحد A B C A B C A B C A B C. في مشكلة هنا،
كان يعلق. هنا يكون عندنا ايضا A B C. A B C خمس موجات عدها الداخل يكون A B C A B C A B C A B C A B C بالشكل هذا. موجات ثلاثية واضح؟ أحسنت يا أختي مان. أي موجة فيها ثلاث حركات هي أي بي سي. طيب لما أجي وأرسم هذا هذا الشكل هذه خمس موجات أمامي الآن. هذه الأمامي خمس موجات. ترقيمها عادي ونفس الترقيم هذا للشكل هذا واحد اثنين تلقى داخلها موجات أيضا مماثلة لنفس العد الكبير. واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة. هذه تتكرر في كل في كل في كل ضلع صاعد. راح تلاقي خمسة هنا وراح تلاقي خمسة هنا. لكن في حالات ممكن هنا الموجة دي يكون فيها leading diagonal قطرية أمامية أي بمعنى أنها تبدأ في حركة كذا كبيرة ثم تهبط ثم الثالثة أقصر ثم تهبط ثم الخامسة تنتهي هنا بالشكل هذا. وهنا نشوف ان الرابعة تداخلت مع الثانية واصبح الشكل بالشكل هذا الان امامي. ممكن نجد في رقم في موجة واحد الشكل هذا. او لاحظ كلمة او نجده في خمسة. يعني هل نقدر ثنتين نلقاها في نفس الموجة؟ لا طبعا. او نجده في الموجة خمسة هنا بالشكل هذا أو نجده في الموجة خمسة أو الموجة بي. طيب لو وجدناه في الموجة خمسة لو كان هنا لو كان هنا تركيباتها الداخلية راح تكون خمس موجات هنا ثم باللون الأحمر ما ينفع نغير اللون ناخذها كتابيا راح نلاقي هنا خمس موجات في الضلع الأول نلقى في الضلع ثلاثة خمس موجات وبنلقى في الضلع خمسة خمس موجات بشكل هذا. أما اللي نازلة راح تكون ثلاثة 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 A B C A B C خمس موجات في كل ضلع صاعد. هذه تركيباتها الداخلية هنا بالشكل هذا واضحة؟ ممكن تحصلها بواحد من ثلاثة. نعم. طيب لو وجدناها فوق هنا أشيلها خلي الأرقام مكانها هنا أبشيل الشكل فقط. لاحظ هنا الأرقام أرقام الشكل النمط هذا هي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة لكن الآن راح تكون عند المنطقة هذه. راح أبعد الخط الأسود ده شوي عشان ما يشوش علينا. العد الداخلي هل راح يكون مثل هذه خمسة خمسة خمسة؟ لا راح يكون
A, B, C. راح يكون هنا 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 A, B, C. وراح يكون هنا أيضا A, B, C في الموجة الخامسة الأخيرة. هنا نلقى ABC تنتين بين هذه اللي هي الموجة الثانية والموجة الرابعة. خمسة ثلاثة خمسة ثلاثة خمسة. هنا ثلاثة ABC ثلاثة ABC ثلاثة ABC ثلاثة ABC ثلاثة ABC وتسمى Ending Diagonal، قطرية خلفية. واضح؟ واضح يا اخوان؟ لان اذا ما واضح يعني انا ارجو اللي مو واضح عادي لا يخجل يقول لا والله ما واضح ما اعرف. اذا ما واضح قل لا ما واضح ما اعرف ما فيها شيء. طيب بسم الله. احنا قلنا ان جد هذه الاولى اللي هنا دي هذه الأولى اللي هنا موجودة في المنطقة دي هذه الموجودة هنا قلنا أنها خمسة ثلاثة خمسة ثلاثة خمسة وحولها هذا وخط يصل واحد بثلاثة واثنين بأربعة بالشكل هذا. أو لازم أصغر ما في مساحة على الجنب بالشكل هذا. هذا فيها خمسة ثلاثة خمسة ثلاثة خمسة ثلاثة. طيب هذه فيها A B C A B C A B C A B C A B C. هذه وين نلقاها؟ هذه نلقاها في واحد أو A. هذا اللي هنا. هذه نلقاها في واحد أو A. هذه نلقاها في خمسة أو C. ليه مدخل علينا يا أخي سعد A و C؟ وش دخلنا في الموجة الدافعة في A و C؟ جايك بالكلام. الموجات هذه اللي تشوفها الأضلاع الصغيرة دي إذا تشكلت بA B C A B C A B C A B C معناتها النمط تصحيحي. ركزوا في المعلومة. لا أول شيء أتأكد واضحة الآن؟ واضحة؟ طيب ممتاز. هذه هي الليدنج دايجنال والاندنج دايجنال اللي يشوفونها تحت اللي يحصل تداخل بين الموجة الرابعة والأولى. هذه هنا اللي ممنوع التداخل بين الرابعة، يعني هذه الأولى اللي على اليسار الحركة الأولى دي فوق النزول بالأحمر، هذه موجة اثنين ثم صعد في الموجة ثلاثة وهي أطول موجة
ثم هبط في موجة 4 وممنوع التداخل. أما في الليدنج والأندنج دياجنال، ليدنج معناتها قطرية أمامية، الأندنج هي قطرية خلفية فيسمح لها التداخل. في الليدنج دياجنال يكون أضلاعها متشكلة من 5 3 5 3 5، أما الأندنج دياجنال قطرية الخلفية فمتشكلة من ABC 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 ABC، وتعطى الأرقام 1 2 3 4 5 مثلها مثل أي موجة دافعة أخرى. هل واضح إلى الآن؟ بعدين واضح؟ ممتاز. طيب انت اخوي سعد، انت الان دخلتنا في موجه دافعه ودخلتنا في اي بي سي، طيب نبي ندخل في الموجه التصحيحيه الاولى اللي هي ما راح اتكلم عن غيرها بس بشكل مبسط ليله، لان لها وقت لما ندخل في الموجه التصحيحيه، بس لانها تدخل في تركيب الموجه الدافعه فواجب علي اني اتكلم عنها. نقول التالي، الموجه التصحيحيه المتعرجه اللي هي تتشكل من ثلاث أضلاع اللي سميناها احنا A و B و C، بعدين ثم ترتد إلى المنطقة هذه ثم تهبط إلى المنطقة. أهم شرط من الشروط هنا إن هذا الضلع لما يرتد ما يتجاوز المنطقة دي، الموجة المتعرجة أنا أتكلم، ما يتجاوز المنطقة هذه، ممنوع يكون مثل كذا مثل الدرج نازل ABC. غالبا الضلع الأول هذا يرقم ب A، الضلع الثاني هذا يرقم ب C، الضلع الثالث هذا يرقم ب C. اوكي، هذا يرقم قلنا الضلع هذا اول ضلع من الموجة المتعرجة زجزاج هو A. طيب واذا جانا هذا في اتجاه الهابط، اتجاهه وين بالضبط هذا الان؟ هذا اتجاهه هابط الى الاسفل ولا لا؟ اي الى الاسفل. طيب لو جانا في الاتجاه الصاعد بالشكل هذا ايضا، بمعنى ان يكون السهم نازل موجة تصحيحية ثم فجأة يرتد عندي هنا موجة صاعدة ويهبط مرة أخرى ثم يواصل الصعود. في الضلع الأخير منها، وهذه أيضا يطلق عليها هذه القمة دي A، بغض النظر عن الحروف إذا كابيتال ولا سمول، لها بعد الكابيتال يعني موجة أكبر والسمول موجة أصغر، وهذه B هذه C. لما أتكلم أنا عن طبعا هذه في الاتجاه الهابط، معناته السهم اساسا جاي من وين؟ السهم اساسا صاعد وصار جني ارباح، يعني ممكن تكون هذه قمة ثلاثة. السهم نازل ممكن هذه قمة واحد ثم يرتد في موجة اثنين اي بي سي مثلا. الى اللحظة هذه هل واضح؟ النمط التصحيحي هذا واضح؟
ممتاز. إذا نمط التصحيح اللي نلقاه وياكم جميعا اللي نلقاه في الموجة وين؟ 2 موجة 4 هذه أشكاله. اللي نلاقيه في الموجة 2 و 4 هذه هي أشكاله. لما جيت ورقمت هنا الآن خلني أشيل كل هذول. اي الموجه 2 وموجه 4 هذه الموجه 2 راح تلاقيه هنا، راح تلاقيه هنا موجه 4 ايضا. طيب لحظه شوي، 2 و4 وين بلقاها ايضا؟ ما قلنا احنا الموجه القطريه الخلفيه فيها ايضا اي بي سي، اي بي سي هذه وهذه وهذه. انت تشوفون الشاشه ولا انا؟ اي وين ما تلقى ABC هو نفس اللي راح أقول لك إياه الآن. وين ما تلقى ABC، وين ما تلاقي ABC يصبح ترقيمها كالتالي. وين راح أشيل الموجات هذه كلها لكي يسهل علي الشرح. لما نلاقي ABC بالشكل هذا، وين ما نلاقيها بالشكل هذا، شفت الموجة 1 2 3 4 5 كيف نحسب الفايبو؟ نفس، تراها نفس الطريقة من القاع إلى المنطقة دي ونحسب الفايبو كم؟ 61.8 أو 50 أو 38 أو 23 كيف؟ عادة تلاقيه عند 61.8، ممكن أقل من كذا وممكن أبعد من كذا. أهم شيء أنه كقاعدة، حين عاد هذه ما بسر الإرشاد، قاعدة البي ما تكسر قاع الاي في الزجزاج. بعدين راح نتكلم عن مواضيع ثانية في الزجزاج اللي هي موجة، هذه تسمى موجة زجزاج متعرجة. فنحسب المنطقة هذه. طيب ما هو قلنا ما هذا الاتجاه الفوق ايش قلنا؟ مثل موجة ثلاثة، سي هذه مثل موجة ثلاثة. فإذا جينا نحسبها كيف نحسبها؟ ناخذ الاكستنشن هذا ونقول من طول A إلى قاع B المفروض أنها تعطيني 100%. والرقم واحد أو 100، إذن هذه نفس طول A زجزاج. أبسط شكل من الزجزاج إنه يكون نفس طول A. هل يكون أقصر؟ ممكن، لكن بعدين راح نتكلم عنه. هل يكون أطول؟ نعم ممكن، ممكن يصل إلى 61.8، لكن أغلب الحالات ستجد أنه ينتهي طول C هو نفس طول A، طول C هو نفس طول A. واضح؟ واضح يا اخوان؟ واضح. اللي مو واضح لا يقول لي لا ما هو واضح، بس لا امشي، اتركوا البرق، اتركوا البرق، خلونا في مصطلحاتنا لان راح تشتتون الغير لو ذكرت المواضيع دي. هل واضح الى الان؟ واضح. طيب فلما أذكر أنا الموجة القطرية الأمامية قلنا نجدها في 1 و A، والقطرية الخلفية نجدها في 5 أو C، أي أنها توجد في المنطقة هذه أيضا. عد الـ A، وش تركيبة الموجة الـ A؟ تركيبة الموجة A هي عبارة عن 1 2 3 4 5 هذه A، هذه الموجة A، وأيضا السي هي 1 2 3 4 5. والموجة اللي تربط الضلعين هذول A أو C هي موجة A B C، هذه تتدخل فقط لتربط بين الاثنين.
موجة ABC هذه. واضح؟ واضح نمط الزجزاج هذا؟ واضح تماما لكم؟ في أي إشكال؟ ممتاز. طيب أدام أنها الموجة A فيها خمس موجات والموجة C فيها خمس موجات، إذن ينطبق عليها اللي هو ما ينطبق على الموجة الدافعة اللي هو أن الأولى يكون فيها خمس موجات، قد تكون عادية مثل هذه أو قطرية، والخامسة قد يكون فيها خمس موجات، قد تكون خمس موجات عادية أو قطرية. إذن هذه ممكن تتحول إلى قطرية اللي هي الـ A. الـ A هذه الـ A ممكن تتحول إلى قطرية بالشكل هذا. هل دائما؟ لا، بس أقول لك ممكن تجدها قطرية بالشكل هذا، بحيث أنها تكون بين الخطين ذول بالشكل هذا، فتكون قطرية. هل الثنتين ممكن يكونوا قطرية؟ قلت لك تبادل، مثل ما كان في تبادل باثنين وأربعة، أيضا القطريات لا يمكن بالثنتين هنا. يا هذه يا ذي. وإذا كانت هذه عادية تركيباتها الداخلية، فأي يكون تركيباتها الداخلية خمسة ثلاثة خمسة ثلاثة خمسة قطرية أمامية. أما إذا كانت في السي تركيباتها الداخلية مثل القطرية اللي كانت في الخامسة، لأنها قطرية خلفية هي اللي أنهت الموجة، فيكون تركيباتها الداخلية ثلاثة 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 ثلاثة. هذا فقط لأعطيك فكرة، راح نيجي بعدين للأمور هذه. هل واضح؟ الـ A ممكن تكون 5 3 5 عادية أو قطرية، الـ B 1 2 3 4 5 تركيباتها الداخلية A B C A B C A B C لأنها قطرية خلفية، أو تكون 1 2 3 4 5 عادية جدا. هذا جاي صاعد، مو هابط، هذا جاي صاعد. أي اللي مو هابط؟ A B C. ما فهمت هذا A B C. طيب في A B C اللي هو خمسة ثلاثة خمسة، في بينهم موجة تربطهم، يعني ما نفهم كيف هابط ولا صاعد. هذا اللي أمامك يسمى زجزاج. اكزاك اتجاه الوين صاعد هو ولا هابط؟ اتجاه هذا الاتجاه اللي تشوفه الان امامك، هذا كله الاتجاه هذا كله صاعد ولا هابط؟ انا شرحت انه يجي في اتجاهين، يا صاعد او هابط. هذا صاعد وممكن تقلبه ويجيك في هابط، اذا كان العكس يجي هابط. خل الموضوع انا التعامل مع الزجزاج وغيره هذا، انا بس ابيك تاخذ فكره سريعه عن الزجزاج. ليه؟ لانها تربط الموجات الدافعه، تربط الموجات الدافعه فقط. هذا اللي انا حبيت ان انبه له، اللي هو واحد اثنين، هذه اثنين هي قد تكون زجزاج عندك، ثلاثه لا نتحدث عن موجة تصحيحية الآن، ولا زجزاج وكيف وما كيف وغير، أترك هذه. أنا أقول لك أن القطرية توجد في الأماكن هذه، توجد هنا في ضلع واحد أو ضلع خمسة، أو توجد في الضلع A أو B. لازم يوجدون؟ لا مو لازم، بس أقول لك ممكن تجدها هنا في A
وين ما تلاقي A أو B ستجد ممكن احتمال، ما أقول لك لازم ستجد، لا احتمال تجد فيها قطرية أمامية أو خلفية. واضح؟ أحسنت أخو يعقوب. إذا كان الموجة صاعدة فهو عكس، ليس من أنا عكس الاتجاه تصحيح حسب الموجة أنت فيها. إذا كان موجة صاعدة فمعناته الأي بي سي هي عكس الاتجاه هابط، إذا كان موجة هابطة أساسا فمعناته الأي بي سي عكس الاتجاه صاعد. هل واضح يا أخوان؟ واضح؟ لأن باقي جزئية أخيرة ما بي أطول عليكم في المعلومات أكثرها. بعطيكم جزئية تتعلق في القنوات السعرية، كيف ترسم وكيف نعرف بالضبط نستخدمها، ومن خلالها ممكن نعرف أيضا أن حصل عندي امتداد أو ما حصل امتداد أو أمور زي هذه. أكيد الوقت طويل لنا، إحنا قلنا ذكرنا الشيء هذا لما نجي الإليت غصب، ما أقدر يعني. عندك تسجيل تقدر تفرج عليه بعدين إذا تعبت، شيء راجع لك أخي العزيز، لكن ما أقدر أنا أبترها كذا من النص، لازم أوصل المعلومة. تصور كذا من النص أجي أوقف أقول مع السلامة. ناخذ بريك 5 دقائق بس، أعطوني 5 دقائق أنهي الموضوع هذا في الجزئية الأخيرة اللي تتعلق بترند لاين في القناة السعرية، لأنها مهمة جدا. وليه هذه القناة السعرية اللي ما أشرح لك إياها الآن ستدخل في استخداماتنا في الموجات كلها اللي جاية، فمهمة جدا في تحديد مناطق الدخول، تحديد أهداف الموجة، تحديد أمور كثيرة. الموجة اللي أمامكم هذه الآن عندما يتشكل، أبو محمد هل بديت تسجيل ولا لا؟ بديت تسجيل، أوكي. الموجة اللي أمامكم هذه الآن أول ما تتشكل تتشكل على شكل اسحب الصلحيات، اسحبها المثلث اللي يشوفونه هذا عبارة عن موجة واحد واثنين. كل ما يحتاج المحلل الموجي هو تشكل المثلث القائم على الثلاث زوايا هذه، فمنها يروح يسحب البارلل شانل، هذا البارلل شانل القناة السعرية، ويرسم على ارتكازه على قاعين. هذا القاع تقول أنا شي يستخدم ويرتكز على إيش من بداية الحركة، على مثلث يتشكل بالنظر. نشوف كذا هذا إن الموجة واحد واثنين تشكلت، ف ياخذ البارلل لاينز هذول اللي هو القناة السعرية، ويضع ارتكاز القناة السعرية على قاع واحد، ويسحب على قاع اثنين ويمد، ثم يسحب القناة السعرية إلى أن ترتكز على قمة واحد ويفلت. إنا لله وإنا إليه راجعون. يكون الرسم بدقة يا أخوان. فبالشكل هذا الآن ترقيمه الصحيح هو ترقيم الاحترافي، المفروض يكون محل الموجي نقول هذه يا أما تكون واحد، لأن فرضية، لأن ما تبي تجزم 100% إلا لما تتأكد بك الصورة، يقول يا هي واحد أو موجة اثنين. يعطيها الترقيم، عفوا موجة واحد أو A، إما أن هذه الموجة تكون واحد أو A، لأن واحد و A مشتركين بنفس الترقيم. هذه الضلع هذا 5 هو موجود في A، والضلع هذا 5 موجود في 1، والموجة الهابطة هذه يعطيها ترقيم احتمالية الموجة هذه أنها تكون، الاحتمال الوارد أن الموجة هذه تكون هي عبارة عن 2 أو B، يا أما أنها A B C أو 1 2 3 أو 1 2 3،
والموجة اللي إلى هنا إلى المنطقة هذه يا أما أنها 3 هذه أنها تكون 3 أو C إلى المنطقة هذه تقريبا. واضح الآن بشكل سريع؟ قولوا لي بس واضح ولا لا؟ ممتاز. فأنت يجب أن تضع كل الاحتمالات، يعني أن تكون A واحد أو A، 2 أو B، 3 أو C. متى تجزم الآن؟ لو كانت الموجة اللي أمامي هذه A B C، دائما جميع الموجات ما عدا الموجة الفلات المسطحة، جميع الموجات لو رسمنا قناة سعرية على الموجات التصحيحية بالأخص الزجزاج، ستجد أن الزجزاج يتحرك ويتمحور داخل حدود القناة، داخل حدود القناة، وبذلك محلل الموج يعرف أن هذا إذا كان هو فعلاً في فعلاً متأكد أن موجة تصحيحية، أي أن ما سبقه من نزول كان في 5 موجات، إذن الحركة الموجية دائماً 5-3-5-3-5-3، فإذا وجدت 5 عندك من المنطقة دي بمعنى عكس راح يكون 3. الثلاثة كيف؟ من يوم ما تشوف المثلث تشكل أمامك هنا في المنطقة هذه، ترسم عليه القناة السعرية ويعطيك الهدف السي عند حدود المنطقة هذه. وكيف أحدد هدف أيضا باستخدام الفايبو؟ أيضا أسحب الفايبو من قاع الـ A إلى قمة الـ A إلى قاع الـ B وإلى مستويات فايبو. شوف بالضبط هذا هو هنا عند مستوى 100% اللي هو سي طول A. طيب متى المحلل الموجي يعرف أنه دخل في الموجة الثالثة؟ لما يكسر حاجز القناة. وعادة الكسر يشير أحيانا الكسر يشير إلى امتداد في الموجة هذه، بس البداية بالبداية أول اختراق من المنطقة هذه، وبالأخص لما الاختراق هذا يصل إلى مستوى 161.8 يعرف أنه هو موجود في الموجة الثالثة. شوف إلى هنا معناته انه ذيك الساعة يروح للحروف هذه ويشيل A ويشيل C ويشيل B ويعطيها 1 2 3 4 5. واضح؟ عشان خلصكم بسرعة واضح؟ ممتاز. طيب بعد ما يصير الاختراق هذا وتسجيل الموجة الثالثة، وش نسوي الآن؟ خلنا نشيل الفايبو. وش يسوي المحلل الموجي؟ يبدأ يسحب القناة ويخليها بشكل منحرف إلى أن ترتكز على قمة 3 وقمة 1 وقاع 2 بالشكل هذا. خلاص الآن تشكلت عندنا موجة ثالثة وبدأ يجني أرباح من عند موجة ثالثة. هنا أسحب إلى أن ينزل إلى قاع 2 وأحصر القناة أو الحركة الموجية كلها داخل هالقناة هذه، ويكون حدود تصحيح الموجة الرابعة إلى الخط اللي في المنتصف هذا إلى الأسفل هنا المنطقة دي. طيب كيف أعرف بعد أيضا مناطق تصحيح الموجة الرابعة؟ ممتاز. أنك لو رجعته لنفس الوضع اللي كان عليه سابقا في البداية، هذا الوضع، تجد أن تصحيح الموجة الرابعة غالبا يستهدف أنه يضرب القناة هذه من عندها يرتد، أو أنه يخترق القناة ويضرب المنطقة اللي في المنتصف هذا ويرتد. وإذا كانت الموجة الثالثة ممتدة كثير لفوق حصل فيها امتداد كبير، إذا حصل في الموجة الثالثة امتداد كبير، خلني أشيل الخطوط هذه
طبعا الان سجلنا الثالثه ولا لا؟ فنحط على قمه ثالثه وقمه واحد وقاع اثنين. لو كانت الموجه الثالثه حصل فيها امتداد كبير مره، ستجد ان الموجه الرابعه ممكن احيانا تخرج خارج نطاق القناه ايضا هنا، وثم يصعد في الموجه الخامسه. غالبا ستجدها بالشكل هذا، بالشكل هذا، انها تضرب الحاجز القناه او العلوي او الى منتصف القناه هنا، ثم ترتد مره اخرى. هذه اشارات انها انتهت. طيب في اشاره ثانيه بعطيكم اياها، مفتاح الى الموجه الثالثه متى تنتهي، الرابعه متى تنتهي. دونوا المعلومه هذه. واحد، بعطيها لون ثاني الان، اثنين، ثلاثه، مور ثلاثه فيها خمسه داخلها ولا لا؟ ممكن تجيك ايضا الرابعه، ممكن تجيك من القناه السعريه للموجه الثالثه هذه، للموجه الثالثه. ممكن تحسب هدف ايضا القناه الرابعه من الثالثه ايضا بالطريقه دي، انك تعرف ان الرابعه من الثالثه تنتهي هنا. طيب الرابعه الكبيره هذه اللي برا، في طريقه ثانيه اقدر اقدر نزولها غير الفايبو، غير القناه السعريه هذه؟ نعم، كارشاد، كارشاد غالبا ستجد نهايه الموجه الرابعه، لذلك احنا تحليل موجي بالنظر احيانا يقول لي وين توقع الموجه الرابعه بتروح؟ اقول له ادنى مستويات اي نطاق، اي نطاق في نطاق الموجه الرابعه، يعني ينتهي في نطاق الموجه الرابعه، وعاده عند ادنى مستويات الموجه الرابعه هنا، الموجه الرابعه من الضلع اللي قبلها هذه، من الموجه الثالثه هنا، تجد فعلا ينزل بوم يضرب هنا ويرتد. فكانك تجي كذا تحط خط عند الرابعه دي وتنتظر ارتداد الموجه الرابعه الكبيره من عندها. وضحت الصوره؟ طيب الى هنا اكتفي لان التسجيل طويل، فيه طرق راح ناخذها بعدين في الدرس الخامس اللي هو كيف نستخدم مؤشرات في تحديد الموجات هذه. نستخدم مؤشرات في تحديد اماكن الموجات هذه، راح ناخذها في الدرس الخامس ان شاء الله. الان بس تاخذ فكره عن الموجه الدافعه اللي امامك هذه، خمس موجات، كيف تحدد اهدافها، كيف ترسم القناه الموجيه، القناه اللي امامك هذه. راح نشوف مثال سريع قبل ما نختم، بس سريع، انا لله وانا اليه راجعون. بعدين طيب مثال سريع، مثال سريع. راح اسويه بشكل سريع. هذا سهم شركة ابل على فريم الديلي في اخر موجة هو موجود فيها الان. راح اشيل كل هذول. ركزوا معي شوي. هذه الموجة الأخيرة لاحظ فيها الآن، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. بس بشكل سريع أيضا نلاحظ هنا، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، وممكن تنتهي قبل بعد، لكن يعني كقراءات أخرى ممكن تصير، أو ممكن عندنا هنا، ولاحظ هنا في الخامسة و A B C A B C A B C. لو تشوف واحدة منهم تركيبها ثلاثي أعرف أنها مثلا ممكن تكون
ending diagonal. ممكن أنها تكون ending diagonal بالشكل هذا هنا. لو واحدة منهم شوف تركيبها ثلاثي أعرف أنت في ending diagonal. إذا كان تركيب واحدة منهم خماسي أعرف أنها ما هي ending diagonal. ثم نزول في ABC ثم صعود مرة أخرى في 1 2 3 4 5 هو متجه الخامسة، وقلنا الخامسة هي طول واحد يعني طول الموجة هذه. إذا لو حطيناها كلها على بعض نقول 1 راح أغير لونها، 2 ABC، 3 4 ممكن ABC ولا فلات بعدين نشوف، هذه 5 راح أغير لونها. بالشكل هذا راح أشيل الموجات الداخلية هذه عشان تتضح الصورة. طيب كيف أحدد أنا الآن هل الثالثة انتهت هنا ولا يمكن هذه انتهت هنا واللي بعدها موجة مسطحة فلات بالأمور بالشكل هذا؟ يعني كيف أتأكد منها ولا غيرها؟ بأخذ مستويات فايبو، بشيل الخطوط هذه عشان ما تشوه علينا، باخذ مستويات فايبو، الفايبو ريتريسمنت في البداية، هذه من هنا إلى هنا إلى قمة واحد، وين وصلت الموجة اثنين؟ وصلت والله إلى 1.68 هو ممتاز. وين وصلت الموجة أربعة مثلا؟ وصلت إلى 38، شوف 38.2 ارتدت منها، ممتازة، حصل التبادل بينهم، حلو. طيب الموجة الثلاثة كيف أحسب مداها؟ نأخذ الإكستنشن، وحدف الموجة الثلاثة 161.8 أو أكثر، وإذا زادت 161.8 هذا معناته حصل امتداد. ننزل إلى قاع 2، كم بالملي تضرب 161 وتصحح بالرابعة، ممتاز. في الخامسة من وين أحسب؟ أحسب من هنا إلى هنا، خلاص مدام حصل امتداد في الثالثة الخامسة هي طول واحد، فأحط له هنا أجد أن مستوى 1.68 بالضبط هذا، وهنا رايح يسجل الموجة الأخيرة هنا. فبكذا أنا أقدر أحدد مستويات الفايبو، ونفس الوقت أقدر أحدد في قنوات السعرية لما أرسم هذه وذي على قمة واحد. نلاحظ ان مثل وش قلت لك، يا انها تضرب جسم الموجه للقناه السعريه او تدخل الى خط المنتصف هذا، ممكن تصل الى نهايتها، المهم ما يحصل تداخل بين الرابعه والاولى والثانيه. شو لاحظ ضرب خط المنتصف بالضبط وارتد من عنده. الموجه الرابعه من الثالثه شوفها هنا تقريبا عند مستوياتها هذه، احترمها وارتد من عندها هذه. ويرتد من عندها. طيب في 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 شيء ثاني ايضا الان اللي ابيك واجب عليكم تسوونه، الموجه الثانيه ابيكم فقط ترسمون عليها اللي هو قناه سعريه، الموجه الرابعه ابيكم ترسمون عليها قناه سعريه لان ممكن ما تعرف ترقيمها فخلها. انا لله وانا اليه راجع، ترسمون عليها قناة سعرية كذا، تقول والله هذه الثالثة انتهت هنا والرابعة هذه، من اختراقها تعرف انك دخلت في موجة دافعة أخرى، ومن اختراق القناة هذه تعرف انك دخلت في الموجة الثالثة، وترقمون لي اللي هو 1 2 3 4 5. الموجات التصحيحية حط عليها قناة فقط، فقط قناة. طيب إذا صار عندك الأولى والثانية والثالثة والرابعة خلاص تقدر تتجاهل قاع الواحد، تتجاهله، ترسم من المناطق هذه ترفع فوق نزل الواحد هنا. شوف من دليل ان الموجة الثالثة حصل فيها امتداد مثلا هو ان لما حطينا على الموجة اثنين واربعة وواحد
وجدنا أن الثالثة مخترقة القناة، وهذا إشارة أن وجود امتداد فيها. هذه هي الطريقة السليمة للرسم تريند لاين، في البداية من 1-2 ثم تنقلها إلى 1-2-3 وتحدد الرابعة، ثم تنقلها من 1-2-3-4 وتعطيك هدف الخامسة عند نفس مناطق الفيبوناتشي اللي رسمناها هنا. بكذا ننهي، الله يجزاكم خير. فريم الديلي، ديلي هذا الديلي، فريم الديلي في سهم أبل. أعتذر على الإطالة، بس حبيت أن أوصل لكم الصورة بشكل واضح. عمل الواجب، كل اللي أبي منكم الواجب فقط، فقط أنك تمسك كل ضلع أمامك سواء صاعد أو هابط، أي موجة، أي موجة أمامك، كل اللي أبيك تسويه تقول والله أنا شايف، أنا شايف كذا، أنا شايف مثلا، أنا شايف أن هذه 1-2-3-4-5 كذا صحيح يا إخوان يا أبو محمد، تطرحها في الجروب، هل الخمسة هذه صحيحة؟ رسمتي صحيحة؟ أوكي دور غيرها، كذا تتمرن. وقلنا إشارة الوجود في الثالثة، ولما يكون عندك فجوة، فجوات سعرية، والله هنا أنا شايف، أشوف كذا، كيف عاد أنا أشوف كذا 1-2-3-4 هذه 5، هل صحيح رسمي بهالطريقة؟ أبيكم تمشون وترقمون 5-5-5-5-5-5-5 وانت كذا تتمرن، كذا تمشي صح، رقموا 5 من اليوم ورايح، وعندنا فترة تدريب، عندكم أسبوع كامل، بغيت أسبوعين براحتكم، ونرجع مع بعض ويعافيكم جميعا يا رب، ونرجع ونصحح بعض، وممكن نجتمع هنا